أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم اليومي المميز سيدتي، وأكيد أرحب بزميلاتي اليوم. هلا وسهلا بكم. هلا وسهلا. هلا وسهلا أودي، وهلا وسهلا ريم. ما شاء الله الألوان اليوم متقاربة جدا، واليوم حلقتنا مميزة يا أودي ويا ريم ويا مشاهدينا. عندنا اليوم مواضيع جدا راح تعجبكم، وأخبار غريبة وأخبار متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. وكالعادة خلوني أرحب بأودي. هلا وسهلا أودي. هلا وسهلا مها، هلا وسهلا ريم، هلا وسهلا بالمشاهدين. طبعا موضوعنا اليوم أنا راح أكون في ردة محايدة، هنا عندنا قسم وهنا عندنا قسم، أنا راح أكون بالنص بينكم، إيش رأيكم؟ طيب خلينا نشوف أبرز العناوين في حلقتنا لليوم. المملكة الأولى عالميا في ثلاثة مؤشرات للتصدي لجائحة كورونا. السالفة ما فيها لليوم، إيجابيات وسلبيات الشهرة، طريقة تحضير المشروبات الصيفية الباردة بنكهات منعشة في البيت، وفنان يكشف أسرار الرسم الرقمي وإمكانياته المتجددة دون الحاجة للأدوات التقليدية. وكالعادة نبدأ حلقتنا بجولة على أبرز الأخبار، ونبدأها معكم بتحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات دولية من خلال تصديها لجائحة كورونا في عامي 2020 و2021 اللذين يمثلان ذروة الجائحة. وتقدمت المملكة على 85 دولة مشاركة. وأوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء أن المملكة حققت المرتبة الأولى عالميا في ثلاثة مؤشرات أساسية، بداية مع مؤشر استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، ومؤشر استجابة الحكومة في دعم رواد الأعمال، ومؤشر المعايير الغذائية، وهو أحد المكونات الفرعية لمؤشر الأمن الغذائي، والذي يعتمد على أربعة مؤشرات فرعية هي القدرة على تحمل التكاليف والوفرة والجودة والسلامة والموارد الطبيعية والتكيف مع التغيير المناخي. جميل، يعني الأمانة الخبر أنا ما تفاجأت منه، ما أعتقد أي أحد ممكن يتفاجأ من هالخبر، لأن فعلاً المملكة وقفة عظيمة من جميع النواحي. خلنا نقول بينما كثير دول في نفس الوقت في نفس الجائحة كان عندهم مشاكل، كان عندهم تبعات لهذه الجائحة، يمكن كثير كانوا زعلانين من نفس الشعب أو من العالم. خلنا نقول والحلو أو الجدير بالذكر أن حتى المملكة قامت على استضافة الجي 20 أو قمة العشرين وفي ظل هذه الجائحة، وهذا بحد ذاته إنجاز عظيم والعالم يشهد على ذلك. أكيد ما هو دائما نقول أنت ما مثلك في الدنيا بلد، وغير كذا يعني هذه أثبتت أنه إحنا من العالم الأول المفروض يكون في كثير بلدان ومدن كنا نعتبرها من الأوائل. صحيح. فاكتشفنا بعد الجائحة لا، أنهم هم الأواخر. طيب ننتقل لخبرنا الثاني، وهو عن نجاح كلب في إنقاذ حياة شابة هددت بالانتحار في طريق سريع في بريطانيا بعد ما وقفت على الجسر وهددت بأنها بترمي نفسها. وفي تفاصيل الخبر ما قدروا رجال الإطفاء عن إقناعها بأن الحياة حلوة وتستحق فرصة ثانية، وهنا اضطروا أنهم يستعينون بصديقهم وزميلهم في العمل الكلب ديجبي، وكان يحضر الكلب هذا مدرب مفعول سحري إذا جاء بكل ثقة ومودة يناظرها بحنان بالغ. وبالفعل مجرد أنها هي شافت البنت ديجبي ابتسمت، وهنا انتهت رجال الإطفاء الفرصة عشان يبدأون يتحاورون معها حول ديجبي ودوره في خدمة الإطفاء. ولما بدأت البنت أنها تتجاوب معاهم سألها المفاوضون عما إذا كانت ترغب في القدوم ومقابلته مرة ثانية والتعرف عليه واللعب معه، وافقت على الفور ونزلت من الجسر وسلمت نفسها لهم. هذه تنفع حكاية العيال قبل ما ينامون. صح والله صار. فعلا أحس يعني الحيوانات ترى فيهم حنان،
يعني صدق صدق يعني خصوصا الكلاب، انا من محبي الكلاب للامانه من زمان من يومي طفله، فاحس في عندهم نظره حنان، فمره مقنعه السالفه وافهم ليش انها غيرت رايها او انها خلنا نقول يعني اخذت وقتها انها تاخذ وتعطي مع الكلب. اصلا طيب. اللي بينت حرب يرمي نفسه على طول مو قاعد يفكر. بالضبط يعني فحلوه القصه، ما كانت حازمه في هذا القرار يعني. يعني الحلو في الموضوع بعد انه فرد من افراد فريق الاطفاء بعد، فمن يعرف ممكن انه حيوان في يوم من الايام ينقذ روح زي ما شفنا في هالخبر. اكيد. خلونا ننتقل معاكم مشاهدينا الى خبرنا الثالث اليوم، وزي ما تعرفون انا دائما عندي الاخبار الغريبه، فيقول لك في هذا الخبر وصلت علاقه خطيبين في اوكرانيا إلى نهاية مخيبة لآمالهم بعد أن قررا ربط أيديهم بأغلال وعيش حياة لصيقة بكل أوقاتها ولحظاتها الخاصة. وبعد 123 يوم طبعا من البقاء مربوطين بأغلال حديدية، انفصلت فيكتوريا عن ألكساندر فور قطع السلسلة الحديدية من أيديهم، وكانوا للخطيبان طبعا قد قطعا وعد في يوم عيد الحب بأن يكونا بجانب بعضهم البعض في أوقات الصحة والمرض وفي أيام الحزن والنجاح، واختارا خوض هذه التجربة أو تجربة تكبيل الأيادي ليرافقا بعضهم البعض في كل اللحظات. طبعا بعد أن قضوا كل هذه المدة مكبلين توصلا إلى قناعة بأن حياتهم معا لن تكون بتلك الرومانسية اللي توقعوها في البداية، وهذا ما دفعهم لإلغاء خطط الزواج. إيش رأيكم؟ قسم بالله لو يقعد قدامي في البيت 24 ساعة حسني أنا بخلعه، فما بالك بمربط 24 ساعة معها. بالضبط، ما أخذ راحتي لا بأكل لا بشرب لا بنام لا بقام ولا بشيء، لأنهم هم ارتكبوا خطأ فادح. يعني مين يسوي زي كده؟ حتى لو تكون تحبي هذا الشخص أكثر شيء في العالم، مجرد أنك تربطي نفسك فيه وتكونوا مع بعض طول الوقت هذا حينهي كل المشاعر وكل حاجة بيناتكم. يعني بعض الأحيان الواحد يحتاج أنه يقعد مع نفسه شوي يفكر مع نفسه، يا اختي اغير ملابسي افسخ هذه كيف قاعد تغير ملابسها؟ والله العظيم يعني مرحبا بكم في عالم الزواج، وهذه هي الحقيقه المره حقيقه. خلينا اخذكم الى خبرنا الاخير ايضا، قصه عن الزواج ولكنها انسانيه. غير عروسان تقاليد مراسم الزفاف في الفلبين، بدلا من المشاركه في اول رقصه او اغنيه قرر الزوجان حلق شعرهما في حفل زفافهما في لفتة تضامن حميمة مع والدة العروس التي تعاني من مرض السرطان. الغريب أن مراسم حلاقة الشعر بدأت بكلمة العروس وبجوارها عريسها، واللذان شرحا أنهم اليوم سيتخلون عن تقاليد الزفاف الفلبينية وسيقوموا بدالها بحلق رؤوسهم من أجل السرطان والتوعية به، ودعوا الجميع للتبرع بالمال من أجل أبحاث تساهم في علاج هذا المرض. وما زالت الإنسانية بخير، يعني دائما نقول الفلوس ما هي كل حاجة، الفلوس هناك مبدأ وهناك إنسانية وهناك تضامن، هناك أشياء مرة كثير ممكن نسويها تجلب لنا السعادة. أكيد. حبيت أن الأم العروس يعني يمكن أتوقع كانت متفاجئة، أنا ما أدري إيش تفاصيل الخبر لكن ما أعتقد يمكن قالوا لها، هي كانت مفاجأة متفاجئة فلفتة حلوة. وبالعكس يمكن شفنا كثير قصص نفس الشيء، يعني ذكرت قصة واحد كمان نفس الشيء، طفلته عندها الكانسر أو السرطان فنفس الشيء حلق وجلس طول عمره يحلق نفس الشيء. فيعني هذه اللفتات فعلا على قول كريم الإنسانية ما زالت بخير. بالعكس أنا أقدر القصص اللي كذا وصراحة تلهمني كثير. كلنا والله يا مهن. عموما مشاهدينا فقرات سيدتي مستمرة معاكم ولكن بعد فاصل قصير. الشهرة وإيجابياتها وسلبياتها. سلفتنا اليوم أصبحت حلم وهوس يراود الكثير، فالبعض
يحلم بالشهرة والشعبية. ولما أقول شهرة وشعبية ليش لا؟ لأنه معايير اليوم خلت يتبادر إلى أذهاننا أنه عن التفكير عن الشهرة، أنه هي الحياة السهلة، حياة المكتملة، الحياة المثالية، والسيارات الفاخرة، والأموال الكثير، وإلى ما وراء ذلك من معجبين وغيرهم. ويتوقع أنه العالم الافتراضي الجديد أكيد سهل السعي وراء الشهرة، واللي أصبحت مؤخرا تجارة. سلفتنا اليوم عن الشهرة. قبل ما نخوض في تفاصيلها، أكيد حابة أسأل زميلاتي، هل برأيكم إذا كان الشخص مشهور هل هو هذا أمر ممتع ولا لا؟ إحنا اليوم راح نكون حياديين نوعا ما. راح أقول كذا شغلة عندي. كثير من الناس يسعون خلف الشهرة، وقد يستغرب البعض منهم ويستغرب عن سبب الإلحاح الشديد على الشهرة. يشوف عالم النفس إبراهيم ماسلو أن الإنسان يسعى لتحقيق بعض الحاجات الأساسية، وهذه الحاجات إن لم تتحقق يؤدي بالإنسان إلى مشاكل نفسية. تعتبر في أعلى الهرم ماسلو هي الحاجة الاجتماعية، والحاجة للتقدير، والحاجة لتقدير الذات. فالشهرة حسب الهرم تحقق للإنسان هذه الحاجات، علشان كذا كثير من الناس يسعون خلف الشهرة لأنها حاجة نفسية عند البعض أكثر من كونه حاجة مادية. وهذا الشيء بالفعل احنا ملاحظينه في السوشيال ميديا. صحيح، يمكن أتفق شوي مع كلامك أودي، لكن أنا ودي أرد على سؤال ريم من وجهة نظري. الأمانة شوفي، هو ممتع للبعض، وممكن أنه يكون يعني شعرة بين نعمة ونقمة. صح، ممكن على حسب الشخص وعلى حسب شهرته وشه. على فكرة يعني مو كل شهرة حلوة، في شهرة حلوة وفي شهرة سيئة، في شهرة سمعة جميلة وكويسة والناس يحبونه ويحترمونه، في شهرة سيئة والناس ما تحبه. وشفنا كثير يمكن أمثال، خلنا نقول أو أمثلة على السوشيال ميديا، ناس تصور أنت فلان، نعم يقومون يبدؤون يتنمرون عليه أو بالشتائم أو أيا كان. هل هذا شهرته حلوة؟ لا، أنا ما أتمنى أني أكون مشهور، بالعكس أنا أتمنى أني أكون محبوب، الناس تحبني. صح، تحترمني أولا وأخيرا. وهذا الشيء الواحد هو اللي يفرضه. طبعا خلينا نتكلم عن الأنواع أو الناس ليش مثلا تدور الشهرة بشكل خاص. طبعا في ناس يبحثون عن الكمال أو عن تحقيق الذات زي ما يقولون، ويشوفون هذا الشيء ما هو موجود إلا في الشهرة، وهذا الكلام أنا عندي تحفظ عليه وما أحس أنه كلام دقيق نهائيا. وفي ناس يلجأون للشهرة تقليد للمشاهير اللي هم يحبونهم، أو أنه زي ما يسمونهم فانز. خلنا نقول الحاجات النفسية والاجتماعية، في ناس عندها نقص مثلا في موضوع المجتمع حقهم، ممكن ما يكون عندهم attention كافي في حياتهم، فيلجؤون إلى الشهرة ظنا منهم أن الشهرة راح تلبي هذا الاحتياج أو راح تملأ هذا الفراغ. طبعا في شيء اسمه الهوس النفسي. موضوع الهوس النفسي هذا ملف كبير، يعني ما راح نتطرق له الآن، يمكن في جزئية أخرى من موضوعنا اليوم. لكن في ناس فعلا تدخل الشهرة عشان الهوس النفسي وهوس الشهرة. في شيء كمان اسمه جنون العظمة. لما الواحد يذوق طعم الشهرة خلاص ما يقدر، يبغى يشتري مهما كان الثمن، سواء بشيء إيجابي أو شيء سلبي. وفي مقولة، أنا يمكن للأمانة ما ودي أطول عليكم، لكن في مقولة دائما يقولونها بالإنجليزي، there is no bad publicity. وأنا أختلف مع هذه، وعشان أترجمها يقولك ما في شهرة سيئة، هم يقولونها باعتقادهم أو دائما يكررونها، عشان أنا أعتقد زي ما يقولون أن يعزون أنفسهم إذا كانت شهرتهم سيئة. صح، فبس يعني نبغى نتكلم. أنا ما أبغى أحصر الشهرة بهي المعايير الجديدة اللي صارت موجودة اليوم. يعني للأسف اليوم صرنا نشوف أن الشهرة محصورة في العالم الافتراضي، وهو الموضوع أكبر من كذا الكثير. يعني يمكن لو نقيس الشهرة زمان مثلا قبل السوشيال ميديا وغيره، من كان المشهورين؟ ممكن الفنانين، ممكن بعض مقدمي برامج، ممكن الشعراء، ممكن حتى القادة والزعماء للدول وبعض السياسيين، وكانت حتى الشيوخ القبائل.
بالضبط، يعني كانت الشهرة محصورة على فئة محددة، اليوم أي أحد يكون مشهور باختلاف المعايير اللي حصلت، وعشان كده هناك في فرق بين المشهور وبين المعروف. المشهور يمكن زي ذكرت يا مها، في مشهور يكون على حاجة ما هي حلوة أو حاجة سيئة، فممكن يكون كل الناس يعرف معروف عند الناس بهذا الشيء، فكل الناس يعرفوه المشهور الفلاني، خلاص الاسم ده أصبح موجود ومتداول. ولكن المعروف قد يكون معروف في مجاله وفي تخصصه، زي مثلا كثير من الأطباء مش شرط أنهم مشهورين على السوشيال ميديا، ولكنهم هم معروفين في تخصصهم ومجالهم وبيكونوا مشهورين فيه، وأكيد الناس يعرفون في هذا المجال. الآن خلينا نتكلم عن شيء مرة مهم، بكل شيء أكيد سلبيات وإيجابيات، خلينا نبدأ. هل هي إيجابيات الشهرة من وجهة نظركم فيها أشياء كثير تخلي المشهور يستمتع بهذه الشهرة؟ في أكيد، ما في شيء، يعني شوفي كل شيء له ضريبة. يعني مثلا المشاهير إذا وصلوا مرحلة معينة كل شيء يكون عندهم مجاني، بس طلعي حسابك وري كم عدد المشاهدات عندك أو كم عدد متابعينك في أي منطقة في العالم، أنت راح تحضين بسكن مجاني، خدمات غير، حتى لو بأسهل شيء تنظيف غرفة. ممكن أي شخص عادي يطولون ما يجونه، بس لما يعرفون أنه أنت شخص لا يخافون أنه يطلع اسم ولا شيء على طول يركضون لك ينظفون لك بنفس الثانية. يعني عشان كده تتوقع أنه في كثير ناس صار عندهم هوس الشهرة أنهم يبغوا يقتحموا هذا المجال بأي شكل من الأشكال عشان يحظوا على الأشياء اللي ببلاش، الامتيازات. يعني أفهمك صح، وكلامك منطقي وواقعي، إحنا قاعدين نعيش هذا الواقع. أنه بس أنا أعتقد، يعني عشان ودي بس أعقب على كلام أودي شوي، أنا أحس هذا ظلم للناس الثانية. بالضبط، يعني أحس أنه أوكي، بس ما هو شرط، يعني مو عشان عنده عدد. شوفي 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 معها، بقول لك شيء، ما يعتبر ظلم، بزنس إز بزنس. صحيح أنا صحيح. مقابل أني أنا، أنت قبل شوي ريم قلتي مشهور ومعروف، أنا بضيف مؤثر، المؤثر غير طبعا، انا بضيف مؤثر من ضمن المشاهير. لما انا اتكلم مع شخص مؤثر، انا كم راح اعطي ذا المكان، كم راح اضيف له؟ طيب يمكن يكون مكان مو مشهور، ما حد يعرفه الا من خلالي، ليش ما اخذ ضريبه لهذا الشيء حقي؟ لا صحيح، انا ما اقول انه شيء غلط، انا ما أنا لا هذا يعني اجل ليش يسوون دعايات وليش ياخذون فلوس بالضبط. وليش يعني انا ما اشوف انه هو ظلم. يمكن لا صحيح، ينظلمون بعض المعلنين عند بعض المشاهير اللي مهم مفرقين هل هو مشهور ولا مؤثر. يعني المشهور ممكن يكون عنده 4 مليون بس ما عنده تاثير، صح، بس المؤثر ممكن يكون عنده يا شيخه 50,000 بس يجيك من ال 50,000 30,000 تاثير، فهذه صحيح. قوه بحد ذاتها. صحيح صحيح، الموضوع ستيل أنا أقول إن الموضوع مرة كبير وفي جوانب مرة كثير، لكن مو عشانك أنت مشهور، أنا اللي أبغى أوصله إن مو عشانك أنت مشهور ححترمك، مو عشانك أنت مشهور حدلعك في المطعم صح. حقي ولا أوتيلي ولا في مكاني ولا أنا كمقدم خدمة، وأنا خدمتي كويسة مع هذا المشهور، ليش؟ عشان العدد اللي عنده، بس خليهم يجوني مثلا كاستمرز ثانيين بتكون خدمتي سيئة، ما راح ياخذ نفس الخدمة اللي اعطيتها. فهنا هنا هنا هذا مربط الفرس اللي انا اقول هذا كلامك مضبوط وواقعي، هذا اللي غلط. واحيانا على فكرة يعني نشوف ناس مثلا يقول لك مثلا ما ابغى احجز باسمي عشان هو مشهور، صح، يبغى يشوف فعلا هل هذا المكان فعلا مقدم خدمة ممتاز، فعلا هم اكلهم لذيذ، ممكن ترى ممكن يحطون له اكل غير الاكل اللي يحطون للناس عشان موضوع التأثير هذا أو موضوع الإعلانات أو أيا كان. طبعا زي ما إحنا قاعدين نقول، الشهرة ممكن أنها محل تقدير وممكن أنها تكون توصل لدرجة الهوس عشان أشياء كثير، ومنها الفلوس والثراء والسيارات والقصور والسفرات وإلى آخره. لكن هنا بعد الموضوع ينقسم إلى قسمين، في ناس لدرجة أنها تروح تتدين وتتسلف عشان مظاهر، عشان يقول لك لا أنا مشهور ما ينفع أسكن مثلا في بيت كذا، أنا مشهور ما ينفع مثلا أركب درجة سياحي، زي يمكن قصة جبناها قبل كم يوم عن المشهورة أجنبية هي اللي صورت وأنها في الدرجة الأولى مسافرة على الطيارة، وبعدين صوروها ناس ثاني قالوا لا هذا الكلام مو صحيح. فيعني بس أنت عارفة معها هم مضطرين يسووا كذا، ليش؟ يكذبون على أنفسهم، مو بس يكذبوا على نفسهم. أنا لما أوهم المستهلك أو المتابع أو المستثمر فيا أني أنا ترى شوف ترى أنا بيجيني إعلانات ويجيني دخل هذا وبيجيني أشياء مرة كثير، أنا بأوهمك أنك أنت خليك تنجر لي وأشدك أني طب خلينا نروح له، ترى هو أوريدي عنده سيارات وهو أوريدي عنده،
فأكيد هو لما حنديله حيضيف لنا أكيد، فهو بيجذب الاثنين، سواء أنا المتابع اللي مسكين يبغى يشبع هذه الرغبة إني أنا بدي أشوف الاحتياج الناقص فيه، وشوف عنده سيارات وعنده بيوت وأقعد ألطم وأتحصل على نفسي، سواء أنا المستثمر اللي بيدور على هذه الشخصية اللي من خلاله يعرض فيها منتجاته وسلعته. صحيح. شوفوا أنا ما أشوف إنه هذا شيء يعني ممكن يكون صح. ليش؟ يمكن الأجنبية، بس ما أحس إنه إحنا عندنا، يعني إذا أنا ماني راكبة درجة أولى ماني مضطر إنه أنا أصور. لا تصورين، ترى ما حد، ما هي بتستثمر في نفسها، هي تبغى تعلن إن هي تنتمي لهذاك المستوى، خاصة إن هي مشهورة، يعني هي مكفوطة لا محالة. كذا ولا كذا أنت راح ينكشف وضعك، فليش أعرض نفسي للسخرية؟ ليش؟ في مشاهير صدق يعني ما يستغلون شهرتهم صح. في مشاهير قاعدين دحديرة، ليه؟ استغلي شهرتك ووضعك صح، خليك إنسانة طبيعية. أي أنا داخل السياحة، شو المشكلة؟ مو كلها طيارة بتوصلنا؟ صح. دخلوا إلا إذا كان في رحلات طويلة ممكن الواحد يأخذ أولى عادي، بزنس درجة أعمال عادي، بس ليش أعيش في الوضع؟ أنا بقول لك ليش، عادي أقول لك ليش. قولي. يعني قصة واحدة عزيزة علي مشهورة على السوشيال ميديا ومعروفة البنت، والبنت كويسة يعني وضعها المادي ممتاز، فراحت وحضرت فيلم، راح تشوف فيلم، لكنها ما حضرت في الفي اي بي سكشن، حضرت مع عادي، شافت الفيلم ومبسوطه وكل شيء. تعرفين متابعينها شو يقولون لها؟ يعني ما معنى الكلام؟ انه انت تفشلين، انه كيف انت حاضره مو في اي بي، انت شاريه تذكره بالمبلغ الفلاني، يعني ما عندك فلوس تشترين في الفي اي بي. فممكن يكون ضغط من المتابعين. بقول لك شيء، بقول لكم شيء، انا مشهور مؤثر لا اتاثر. مفروض انا وضعي يكون كذا، مفروض يكون وضعي انا اثر على الناس. طب مثلا انا مشهوره وربي معطيني ورازقني وعندي ماده واقدر اروح درجه اولى، طيب ممكن الجروب اللي معي ما يقدرون، فهل انا بقعد لحالي؟ مو كل الناس كذا تفكيرهم، والجروب اللي معي ورا ما احس انه منطق، عادي اطلع معاه مش المشكله، انا شخص طبيعي لازم. صحيح. هي تعيش حتى بتاثيرها يكون حلو، انه انا شخص اعيش طبيعتي، اشوف موفي اي بي، اطلع بسياره عاديه، ايش المشكله؟ انا اشوف كذا، يعني المفروض انه كل مشهور صح يحاول انه ياثر، يعيش المستوى اللي مفروض، بس انه المعايير بتفرض عليهم، هم مضطرين زي ما قلنا، انه لانه اصبح الترند على الساحه انه الفي اي بي والاشياء الغاليه والاشياء الفاخمه والبراندات وكذا، واذا انت ما تنتمي لهذه الطبقه فانت يا مره معدوم. شوف يا ريم، ولد العز ولد عز. انا بنت عز، بس اللي ما عندي اللي انخلق ملعقه من ذهب حيكون طول عمره انخلق بملعقة من ذهب. مظبوط. اللي توه بدا يطلع له كم قرش يبين عليه. عيال العز وبنات العز وبنات مو هم مضطرين، ترى في ناس كثير يركبون درجة سياحي ما عندهم اي اشكالية. في ناس كثير يركبون سيارات ما عندهم اي اشكالية، في ناس كثير زي ما انت قلتي معها يحضرون سينما عادي ما عندهم اي اشكالية. اللي عنده نكس اودي، اللي عنده نكس بالضبط. شوفي اللي عنده نكس يبغى يظهر عكس ذلك. يعني هم يعني خلينا نقول من طبقة مو الوسط، اقل من الوسط، طيب عايش طول حياته، فجأة شهرة واعلانات وفلوس، تلقينا حتى لو يقدر، يعني شفتي هذول الناس اللي من راسهم لرجولهم براندات، يعني للأمانة ورأي شخصي، وأنا يعني أتبنى هذا الرأي، أنا بالنسبة لي ما شافوا خير بصراحة. اللي صح. من راسك لرجلك براندات وتحاولين تظهرينها بشتى الطرق، سواء زين ولا شين ولا يناسب ولا ما يناسب، بس تبين تلبسينه عشان بالمبلغ الفلاني، معليش. أبى أقول لك شيء، يعني فهمت شو أقصد؟ أبى أقول لك شيء يضحك. وصل المرحلة تصور ساعة بمليون، بمليون وعليها انها بتشتريها وتروح البيت وهي لابستها. يا بنتي مره مبين ان الموضوع غلط. اذا انت بتشترين بذا القيمه شنطه او ساعه، في ترى دخول خاص لك، في جلسه، فما يحتاج تظهرين لمتابعينك بانتي بانسانه اقل من ذا الوضع. حتى الشنطه اللي بتشترينها، حتى خليكي شخص طبيعي. لا تحاولين تقلدين احد، استقلي برايك، استقلي بنفسك، اعتزي فيها. والله انا ما عندي اليوم، بكره عندي. أنا كذا أشوف، يعني الشهرة المفروض أنها تكون كذا، شهرة حلوة تأثر في الناس، تخليهم ناس طبيعيين. حرام، في كثير بيوت تدمرت بسبب السوشيال ميديا. كثير بيوت، كثير مشاكل طلاق صارت بسبب ذا الموضوع. ارحموا الناس بالضبط. هذه نقطة مرة مهمة. ولو نتكلم على مشاهير، أشهر المشاهير في العالم مثلا، لو نتكلم على أغنى الأغنياء في العالم مثلا، لو نتكلم على ستيف جوبز اللي هو حق أبل، ترى يطلع دائما بنفس التيشيرت ونفس البنطلون، تفتح دولابه كل التيشيرتات لونها ابيض. صح. مثلا صح. ما راح يعني، وهو اغنى رجل في العالم يعتبر، يعني من اغنى الاغنياء، ولكن هي مبدأ، مساله مبدا وقيم
مش مسألة هو لم يقول يلا خليني أقعد على الناس أوريهم أنا إيش أقدر، بس هو يقدر، بس هو ما هو حابب. طيب في نقطة مرة مهمة بنات، بس قبل ما نختم هذه الفقرة لازم نتطرق لها، اللي هي موضوع الأغلبية من المشاهدين أو المتابعين. نعرف أنهم الشباب الصغار، يعني من 35 وأصغر إلى مراهقين، إلى هذه الفئة اللي هم أسرع تأثير ويحسون أن هذا الشيء صح، وأن مهما قال كلامه يعني ما في غلط، حتى لو أن كلامه كله غلط، حتى لو تصرفاته كلها غلط، لا أنا أبغى زيه، أنا أبغى ألبس زيه، أنا أبغى أتكلم زيه، أنا أبغى. هذا خلل. هذول المراهقين بالضبط. أنا بس في نقطة، المراهقين مو بس بالعمر يا جماعة الخير، حتى بالعقل بالتفكير. بالضبط، شكرا لك. يعني مو المراهق اللي عمره مثلا من 10 إلين خلنا نقول 30، أو يعني هذول الصغار، في ناس أعمارهم أكبر لكن يتأثرون. ما شفت مشهورة مدري شو، زوجها جاب لها خاتم، زوجها جاب لها سيارة، أنت ليه ما تجيب لي؟ طب هو دخل غير دخل الآدمي، هذه مشكلة الناس، هو وضع غير، ما هي مشكلة المشهور، هذه مشكلة. لا لا لا، شوفي ريم، هي مشكلة من الطرفين. لازم المشهورة تكون عايشة وضعها الطبيعي مو الفيك، لأنه أصلا ترى إحنا بس نصور وقت الكاميرا من ورا ما تدرون على الدهاليز والشيء فعليا. بينما الثاني اللي متأثر لازم يكون عقلها كبير، لازم تكون إنسانة راكزة تحسم أمورها. الدنيا ميهي. طيب خلينا نتكلم عن الشهرة بشكل أوسع أكثر، يعني بعيدا عن السوشيال ميديا، من زمان من طفولتنا، مين الشخصيات اللي أثرت فيكم وحسيتوا إنها شخصيات مشهورة ولكنها تركت أثر فيكم؟ أنا متضحكون علي، قولي. لا لا، ما حاسة أني حعرف. باور رينجرز. باور رينجرز. ليش؟ ايش استفدت منها؟ كذا احسهم بنات قويات مستقلات. حلو حلو. انا احب الشخصيه عموما، فهذا الشخصيه اللي اثرت فيني صراحه. ممتاز ممتاز. وانت يا مها؟ انا بصراحه يعني من يومني صغيره وانا احب برنسس ديانا. مره احب برنسس ديانا، احب مارلين مونرو، احب شخصياتهم، احب سيرتهم، احب كيف هم، احسهم كذا ليديز، يعني ما ادري، بس انا هذه الشخصيات اللي احبها واللي احسها مشهوره فعلا الى يومك، وانا لما اشوف صوره واحده فيهم اللي كذا يعني ابتسم لا شعوريا، عرفتي، احبهم. صحيح، هم من المشاهير. لا لا دقيقه، ما تغيري الموضوع. وانتي انا صراحه كثير، يعني ما أدري ليش، أنا كنت طفلة وأتفرج على برنامج كان يعرض على قناة الكويت لوزير الإعلام الكويتي محمد السنعوسي، وكنت مبهورة بهذا البرنامج، برنامج جماهيري زي فكرة أوبرا، ونفس الشيء أوبرا وينفري، يعني كنت دائما مبهورة بهذا الشيء. من المشاهير ممكن اللي أثر فيها عمرو أديب، مفيد فوزي، يعني في ناس كذا كثير، إنه من أنا طفلة كنت مرة أحب أشوفهم، ما أدري ليه، محمد صبحي مثلا، فدول الناس إلى اليوم أحس أني مرة تأثرت فيهم، المسار اللي ماشيين فيهم، المبادئ اللي تعلمت منهم كثير، أحس أنه هذول الناس أثروا في شخصيتي مرة كثير صراحة. ودي شخصيتك يعني. مرة يا ريم، تخيلي كل الأسماء اللي قلتيها مرة شخصية ريم، مو عادي. صح. ودي أسأل عيال يعني اليومين وش اللي يأثر فيهم؟ عيال هذا اليومين والله صادقة، وهذه هي مشكلة، يعني دائما نقول إحنا كنا صغار كان في أطفال. يا أختي حتى أفلام كرتوننا كانت نعم. عندها قيم، فيها قيم. بالضبط. الآن وشو؟ أطير أطيح أسوي، هذا موضوع آخر عن الشهرة السلبية للأطفال، وكمان ياريت لو نتطرق فيه أكيد في محطرات كل هذه الفقرات كلها رح نتكلم فيها. مشاهدين احنا مستمرين معاكم في سالفتنا، ولكن بعد فاصل قصير. أبرز الأفكار الخاطئة والشائعة عن المشاهد. ورجعنا لكم من جديد، نكمل معاكم سالفتنا، وفي هذه الجزئية راح نتكلم عن أفكار مغلوطة عن المشاهير. كثير وكثير وكثير من المشاهير يبينون الجانب المشرق من حياتهم، يبينون الجانب البينك على قولهم، العالم البمبي اللي يخلي الناس العاديين يحطون عندهم فكرة في بالهم أن المشهور يعيش في عالم مخملي بعيد عن الصراعات ومشاكل الحياة. ولكن مو كل شيء زي ما أنتم تشوفون، كل أو ثلاثة أرباع المشاهير أشخاص عاديين يعانون مثل ما أنتم تعانون، مثل ما كل الناس تعاني. وأحياناً تكون معاناة المشاهير أكبر من معاناة الناس بسبب أن خصوصيتهم وحياتهم الشخصية عرضة للانتهاك. بس هو أنا ما ألومهم، هو المفروض أنهم يظهروا الجانب الحلو، يعني أنت لما حتصور شيء حتصور الأشياء الكويسة والحلوة، وحياتك الشخصية تحتفظ فيها لنفسك، مو صح كذا؟
الا الا لا اتفق معك مليون بالميه، ويمكن كثير من الناس اللي نشوفهم على الساحه سواء عالميين او حتى محليين دائما يتكلمون بهذا الموضوع، انه لا تحسبون انه انا حياتي سعيده، ترى انا مضطره اطلع لك الجانب السعيد، ايش تبغاني اقعد امسك تليفوني واصور لك اذا انا مريض، اذا انا تعبان، اذا انا لا طبعا، يعني اصلا مش منطقي صح انه انت تكئب الناس، الناس عندها مشاكل اوريدي وطبيعي انه هو يكون عنده مشاكل. في ناس يجون كثير يقول لك يعني بما معناه ان اي ما لقاها الا انت، والله سفرات وطلعات وروحات وجيات وحياه سعيده وحياه زوجيه سعيده واطفال سعيدين و و و و و. طبعا انت ما تعرف هذا ايش كان نتيجه ايش، ترى هذا نتيجته سهر، هذا نتيجته تعب، هذا نتيجته ارهاق، هذا نتيجته قلق، هذا نتيجته اشياء كثير. يعني انت ما انحطيت في الموقف اللي انا انحطيت فيه عشان تجي تقول لي انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. طب اشتغل على نفسك، مو شرط في هذا المجال، مو معناته مشهور معناته ناجح، ترى في مشاهير كثير فاشلين، سوري يعني هذه صح نقطة صح مهمة صح جدا جدا جدا. والحين احنا عندنا يمكن احنا ليش فتحنا هذا الموضوع؟ لأنه صار فعلا هوس، صار الناس تحسب يا أصير مشهور يا أنا فاشل، لا غلط كلام. غلط غلط، وأكبر غلط أن أنت تفكر بهذه، ويجونك الأطفال يقول أنا بصير مشهور، هم يحسبون المشاهير مصيبة. هم حياتهم بيرفكت، طيب المشهور يمرض، المشهور يتنمر عليه، وعلى فكرة المشاهير هم أكثر ناس في العالم يتم التنمر عليهم، لأنه زي ما قلنا حياتهم ليست ملك لهم. هذا شيء. الشيء الثاني موضوع الجادجينج، او ان مثلا يجون النقاده اللي ينتقدون كثير، مو من العامه، احنا نتكلم عن نفس عائله المشهور او مجتمع المشهور الاساسي قبل ما يصير مثلا مشهور، خلينا نقول يجون يحكون معه ليش سويت كذا، ليش قلت كذا، ليش لبست كذا، فيكون هذا ضغط نفسي، هذا بحد ذاته ضغط نفسي، انا ما اقدر على قولتهم اكح إلا لو أنا استأذن أخذ رأيهم، مش رأيكم أكح ولا ما أكح بالضبط، فهذا ضغط نفسي، وتلقين نفس الشيء ممكن فرد من العائلة يسويه بس ما حد درى عنه بالضبط. بس أن المشهور العين عليه دائما بالضبط. فهذا ضغط طيب نفسي بحد ذاته. مها هذه بعد من ضيبة الشهرة لازم الواحد يحاسب على كل شيء صح طبعا، عرفتي، ولازم أكيد. الواحد لما يبغى يدخل المجال يحط في باله أنه يعمل بلوك. بس شوفي شوفي يا أودي، يعني من مدار هذا الشهرة خلينا نقول، أو من الآثار السلبية والجانب السلبي، الانتهاك الخصوصية. يعني أوكي أنت مشهور، الناس تحبك، تبغى تسلم عليك، تبغى تصور معك، هذا في إحراج كبير للمشهور، خصوصا لما يكون مع أهله ما له نفس، ما يبغى يتصور، يجي يقول لك لا اذا ما تصورت معاه حيقول لك انت شايف نفسك، ترى احنا اللي خليناك واحنا اللي وصلناك وكذا. يا جماعه من حقي اني انا اجتمع مع صحباتي وارقص، ليش تصورني وانا في خصوصيتي وانا بارقص وتنشرها للعالم انه شوفوا الرقاصه؟ طب انا يعني ماني عارفه، يعني طب انا هل هذه ضريبه اني انا صرت انك انت تعرفني؟ والله تلاقيك ما تعرف اسمي بس عشانك شفتني في وجهي مألوف لي صح، فقلت هذه مشهوره يلا اصورها، ترى في خصوصيه يا جماعه في حياتنا صح صح. لا وغير كذا يعني في شيء ودي انه العالم تستوعبه، ترى اكثر الامراض النفسيه نلقاها عند المشاهير بسبب النقد الزايد، بسبب الهوس الزايد، بسبب إنه قاعد يضغط على نفسه بأمور كثيرة. ترى المشهور عايش في وضع نفسي ما يعلم فيه لله، يحاول إنه هو يبرز للناس إنه أنا عايش شخص عادي، أنام كويس، أصحى كويس، أكل كويس، وهو بالفعل ولا شيء من هذا كله. ليه؟ علشان يبغى يبين لكم الجانب الحلو، ما يبغى يكئب الناس زي ما إحنا قلنا، ما يبغى يضيق صدر الناس، ما يبغى يضيق صدر الناس اللي تحبه أهله. مثلا أنا أضغط على نفسي بأشياء كثيرة علشان أمي ما أبغى يضيق صدرها، فبعض الأحيان ألجأ أنه أنا أقفل صح السوشيال ميديا عشان أعيش الوضع النفسي اللي أنا عايشته مع نفسي من غير ما أنا أدخل أحد أو أنه أمي تكشفني في الموضوع، مع أنه صارت أنا مكشوفة. يعني إذا ما صورت يعرفون أنا فيني شيء. شوفي في كمان جانب، يمكن نقول المشاهير يجيهم انتقادات وكلام كثير وينتهكوا خصوصيتهم ويتكلموا عليهم أو على أهلهم أو على أخلاقهم ومبادئهم، ترى المشهور بيبين أنه هذا شيء عادي ما يهمني، لكن أنت ما تعرف بكلامك هذا وبتشويه سمعته وبتشويه صورته وأنك تنتقده وتتكلم عليه أو تتبلى عليه أو تقول كلام ما هو موجود، قديش هو بيتأثر هو وأهله، مو بس هو، هو وأهله عائلته واللي حواليه، فإنه يبين لك إنه هو ترى أنا ما حصل شيء، هو مضطر إنه يبين لك زي كذا لأنه ما حيعرف يتصرف، إنه حقعد أدافع عن نفسي في أشياء ما هي حقيقية ولا إيش الحل؟ ففي هذه الفئة اللي تبيح لنفسها إنها تنتهك الخصوصية وتتكلم وتدي آراء وتنتقد وتتنمر بكل أريحية وما عندها أي مشكلة. صح.
تدرين هذول يمكن ايش يكون رايهم ريم وأودي؟ انا اعتقد يقول لك انت مشهور فانت حياتك مش ملك لك. لا مو صحيح هذا الكلام. انا لي حق اقول انت زين، انت شين، انت كويس، لي حق اني اصورك. وعلى فكره بس عشان تكون معي في الصوره، في المملكه العربيه السعوديه لو صورتي حتى لو مشهور وهو جالس في مطعم بدون علمه انت يتم مقاضاتك ويتم محاسبتك ويتم. في حتى احيانا يكون الواحد فعلا زي ما قلتي مع اهله، يا اخي انا ما ابغى احد يعرف اهلي، ما ابغى احد يعرف شكل خواتي ولا شكل والدي ولا والدتي، ما انا ما ابغى هذا الشيء. تصورون ليش؟ على اي اساس؟ يعني ما في اي شيء ممتع في الموضوع، انه يعني مو باباراتي ترى الموضوع مره مو كشخه. فموضوع المشاهير يعني اي احد الحين قاعد يسمعنا او يوصل هذه المعلومه، انت لك الحق انه انت تروح ترفع قضيه وتاخذ حقك كامل مكمل على قولتهم. صح. فالحمد لله عندنا يعني القوانين حافظه حق كل الناس سواء مشاهير او غير مشاهير. طيب الحين احنا وقفنا مع المشاهير شوي، الحين بنوقف شوي نكشف اسرار، يعني اسرار شويه اسرار. من ضمن الاسرار حقت المشاهير ترى بعض السيارات اللي يركبونها المشاهير ما هي لهم للاسف. تكون الشركه متفقين في اتفاق يكون بينهم بين الشركه بحيث انه نعطيك سيارتنا لمده 6 شهور او لمده سنه تكون معك وتصورينها علشان يكون نوع من انواع التسويق الغير مباشر للسياره. صحيح كلامك مزبوط يعني. وكمان زي ما قلت يعني يلبسوا من ماركات فخمه، ماركات مره غاليه يعني. لا تضغطين على زوجك وعلى عائلتك ثلاث ارباع لبس مزبوط. المشاهير كلها استعاره بهذا المسمى، او انه اعلان استعارة. اعلان استعاره عاد انت تدروا اكثر اسمه استعاره. البسه فتره اسوق له ورجع مره ثانيه. انت عارفه حتى في عالم الاطفال يعني يمكن اطفالنا اللي بيتفرجوا على مشاهير في اليوتيوب اللي عندهم برامج وبيصوروا الهدايا اللي بتجيهم والالعاب اللي بيشتريهم، والله دائما افهم اطفالي انه ترى هذه كلها اعلانات يا ماما، مو صح. ماما وبابا اشتروا لهم، هي هذه بتجيهم اعلانات يفتحوها قدامكم ويلعبوا فيها عشان يوريكم قديش حلو، عشان انت تروحي تزني على راس امك وابوك وتقولي لهم اشتري لي زي لعبه ديانا ولا رومان. يا جماعه كل بيتهم، ملابسهم، الأغاني، هذا كله في ناس بيدفعوا لهم هي عشان هم بيطلعوا ويوروكم هي عشان أنتوا تشتروها. فصاروا خلاص عارفين بيتفرجوا على الأطفال اللي يحبوهم، لكن عارفين أنه هذه كلها أمها وأبوهم ما اشتروا لهم هي، هذه كلها إعلانات عشان هم بيطلعوا في اليوتيوب. شوفي أبغى أقول لك شيء، إحنا قاعدين نفهمهم أنه هذه إعلانات، بس إحنا بعد بنفس الوقت ترى هذا باب رزق انفتح لناس كثيرة في البيوت ما كان عندها شيء. هم حرين بس لا يجوا بزورتي يتأثروا ويقولوا لنا احنا كمان نبغى. انت وقوة تربيتك على عيالك. بالضبط. انت لازم نفهمهم نوعيهم. حلو القناعة تكون للطفل تبنينها له من يوم هو صغير. انه انت كذا كذا، انت لك مثلا هدية في الشهر، انت لك مثلا هدية كل 6 شهور، انت لك مثلا هدية اذا سويت شيء انت تكافئ عليه. بالضبط. صح. بس صح بعد كلامك. ما نقدر نلوم المشهور انا جتني ذا الشيء بالضبط. لا بس انه يكون عندي فكر ووعي انه ترى هذا مو حقيقي، هذا اعلان. صح انه باين بصوره تمثيليه حلوه انهم بيلعبوا انه حصل وحصل، ولكن في النهايه هذه كله سيناريو واعلان. بالضبط. صح لك. واللي هي الاعلانات الغير مباشره يسمونها، او البرودكت بليسمنت زي ما انتم عارفين، يعني هذا شيء من زمان ما هو بشيء جديد، لكن طايحين فيها فعلا المعلنين في الفتره الاخيره. يجي يقول لك اوكي لا تقول إن إعلان، يعني حسس المشاهد إن هذا شيء جزء من روتينك اليومي وإلى آخره. يمكن هنا عندنا بالسعودية بالتحديد الوضع شوي مختلف، لأنه الآن مضطرين المشاهير فعلا أنهم يعلنون أنه هذا إعلان أو هذه مادة إعلانية بطريقة أو بأخرى، سواء تكتبها أو تقولها. لا لازم تكتبها، في ناس يقولونها وفي ناس يكتبونها، بس اذا ما كتبتها تقاضى عليها. المفروض تنكتب على حسب القانون. طبعا هذه القوانين حلوه وحمايه للمستهلك خلينا نقول، وحلو انه احنا عندنا هنا بالتحديد، لانه فعلا في ناس كثير قاعدين يتاثرون، حتى الاطفال صح. قاعدين يتاثرون في هذا الموضوع بالتحديد، والبنات اللي شوي عقولهم خفيفه خلينا نقول خفيفه فعلا، انت ما حطيت انت ما سويت وهي ما تدري في النهايه انه هذا الموضوع مجرد اعلان. طبعا الموضوع ممتع بنات، انا مره مستمتعه بالموضوع. ما انا اقول الله يستر بعد الحلقه وش بيصير فينا. ليه؟ لا بالعكس، موضوع مهم جدا وحاجه موجوده في المجتمع، فحلو اننا نتطرق لها ونشرحها ونسلط عليها الضوء ونتكلم عن ايجابياتها وسلبياتها ونوعي الناس اكثر، يعني ايش شهره وكيف الناس بيعرضوا، هل هي هذا شيء مدفوع وهذه مش حياتهم، هذا شيء طبيعي يعني من حق الناس انهم يعرفوه. صح صحيح، اتفق معاك. وطبعا احنا ما زلنا مستمرين في سالفتنا اليوم وعندنا ملفات كثير راح نكشفها معاكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل.
هل المشاهير أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية عن غيرهم؟ ورجعنا لكم مشاهدينا أكيد من بعد الفاصل، لكن قبل ما ننتقل للجزئية حقت النفسية خلينا نتكلم على جزئية مرة مهمة واللي هي أضرار الشهرة على المشهور وحتى عائلة المشهور. خلينا نقول لأنه طبعاً في البداية يمكن تكلمنا عن الإيجابيات والأشياء الكويسة، خلينا نتكلم على السلبيات. وأنا بالنسبة لي يمكن من أكثر أو من أساسيات السلبيات أو أكثر شيء اللي هو موضوع الخصوصية. موضوع الخصوصية هذا يعني صراحة مأساة، مأساة فعليا. يعني مو معقولة الواحد يكون واقف في إشارة لا متمكجة ولا لابسة وشعر كشرة وحالتك حالة، فجأة اللي جنبك يفتحون الشباك ويصوتون. أنا ما أبغى أحد مثلا يتطفل على أو يدخل الدائرة الخصوصية حقتي. أنا لا طلعت وسويت إعلان أنه أنا في هذا المكان ولا قلت أنه أنا في هذا المكان. يعني أنا أحس لو أشوف أحد مشهور وأموت عليه، لو أي أحد، أنا ممكن أنه أنا أمشي وأخليه، يعني ما أروح أني أتعدى على خصوصيته. لو كان جالس في مكان خاص أو كان جالس مع عائلة أو في حالة ما بس مثلاً أحيانا تندمي. لا ما والله أندم. لا يعني أنا أقول لك على تجربة شخصية. أنا قبل كم سنة في مطار جدة شفت فريق الاتحاد كامل معايا، أي من الانبهار. يعني أنا أستحي بصفة عامة، أستحي أروح أسلم على أي أحد، بس هذه كانت فرصة ذهبية. هذه فرصة ما رحت اتفرجت عليهم من بعيد وتحسر. انت صح، انت صح. هي مساله يعني مساله اخجل. اولا في طريقه ممكن اروح بعد اذنكم اذا تسمحون اصور معاكم. في اسلوب الاستئذان حلو دائما في كل شيء. انا صراحه هذا الجزء ما اقدر اسويه. شوفي ابدا. انا اشوف مها الخصوصيه اوكي، يعني صح انه شيء صعب على المشهور. بس اللي اكثر الم للمشهور الشائعات. شائعات طبعا، شائعات صح. شائعات بعض الشائعات القهر واللي يقهر ويغبن تطلع من ناس مقربة عندك. مظبوط. هذا القهر إنه تشويه سمعة. ليه؟ إيش ناقصك عشان تشوه سمعتي؟ إيش مشكلتك؟ يقولوا عشان يدوا لنفسه مصداقية. هي تقرب لي وأنا أصلاً كنت صاحبتها وأنا أصلاً كنت معاها. يا ماما خلي تقرب لي. خلي شائعات يعني صراحة ما أدري إيش أقول عنها، يعني شيء يوجع جداً. والمشكلة حتى إذا تبين ترفعين ما تقدرين إنه طب صح. قريب منك. طيب دم. طيب يمكن يصير بعد كم يوم، بعد كم شهر، بعد 3 شهور يستحي على دمه، بس فجأة نتفاجأ إنه ما يستحي وكل ما له قاعد يزيد لما يلقى. ممكن بعض الأحيان وممكن في النهاية نلجأ للقضاء عشان يربي ذا الناس. تدرين ليش؟ أنا أعتقد هذه الناس بالتحديد اللي يجون يقول لك أنا أعرف فلان، أنا أعرف فلانة وكانت معي على قولتك يريم، ومثلا هذا دليل أوريك دليل، عندي صورة أنا وياها، شفينا في البيت ناكل، شفينا قاعدين طالعين. شوف أنا بقول لك ليش أنا أعتقد، وهذه صراحة وجهة نظر شخصية، يبغون يعطون الناس الانطباع أن هم محبوبين. خلنا نقول أو يعطون الناس انطباع أن هم وصلوا إلى مرحلة معينة، أنه هم يعني الناس تثق فيهم، لأن المشهور أكيد أنه لازم يثق بالناس اللي حوله عشان هذا الموضوع الشائعات وعشان الحكي وعشان أشياء كثير. لكن هذول الناس عندهم مشكلة نفسية، لأنه أكيد مو طبيعي أنك أكيد تروح تقول كلام أو تقول معلومة غير صحيحة على أحد، وخصوصا اذا احد تاكل تشرب معاه. طب احترم العيش. حتى لو ما تاكل تشرب معاه، لو اهل جد عم خال من بعيد نشب نفسه فيك وقال انه يعرفك وانك انت كذا 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 وضعك، وهو يكون كذاب. مو من حق اي احد انه يقول او يطلع معلومات حتى ولو كانت حقيقيه عن حياتي الشخصيه انا ما اظهرتها للناس وانا ما بينتها للناس، ومن حقي اني اقاضيه وانه يتعاقب، لانه صح. من سمح لك انك تخترق خصوصيتي وتنشرها بين الناس؟ ليش تقول للناس معلومات انا ما قلتها، انا ما ابغى اقولها، وانا بادي عملي وليس ما ابغى انشر حياتي الشخصيه امام الناس، وانا فقط بادي عمل امام الناس يعني معين ومحدد. هذا كلام يعني ما ادري، بس ترى ما هو مره دقيق ريم. تعرفين صارت حادثه نفس الموضوع، شيء خصوصيه والمعلومه صحيحه مو معلومه غلط، لكنها من خصوصيه هذا المشهور. طبعا. طيب هذه القصة أنا صارت معي شخصيا، لما رحت واشتكيت وقلت يا جماعة أنا هذه المعلومة ما كنت أبغاها تطلع عند الناس وأنا زعلانة،
فليش طلعت عند الناس؟ سألوني قالوا لي هذه المعلومة صحيحة، قلت نعم، قالوا ما نقدر نسوي لك شيء. أوف، أنا مرة زعلت، وإلى اليوم أنا مرة زعلانة. يعني هذا بعد شيء في أشياء أنا عارفة، بس شوفي إذا كان كلام مو صحيح هنا أنا أعتقد تقدرين أنك أنت تدفعين وتقاضين و إذا كلام مو صحيح، إذا اتهام كده. أيوة اتهام، لكن إذا معلومة كده. يعني أنا متحفظة فيها لنفسي، وأنا إنسانة أقدر وأحترم خصوصيتي، فما هو كل شيء طبعا يطلع للناس. فأنا انصدمت وصراحة قعدت مكتئبة لمدة 6 شهور. بس معليش، ما لما تكون معلومة تخص مكان سكني، فهذه صحيح. فيها اختراق، هذه فيها السيفتي حقي، الأمن وسلامتي أنا، إنه ليش تشهر للناس مكان سكني؟ ريم شوفي بقول لك شيء، في شيئين بشهرة مكان السكن، السيارة لما تجي المشهورة تتفاخر بسكنها صور. بتصور بعدين تقول ما حد يعرف. أنا معليش يا خالة تحملي. لما تجي تصور سيارتها ولوحة سيارتها معليش تحملي، لا تقولين انا ما ابغى الشهره، انا ما لا انت صورتي علشان انت تبغين ذا الشيء. نتكلم عن الناس اللي ما بيصوروا او ما بيذكروا هذه المعلومات. ريم ترى نادر ما نلقى ناس ما تصور وما تبغى تذكر المعلومه. انا أي. نادر ما نلقى ذا الناس. كثير المشاهير واصلين لمرحله الهوس للاسف، اللي حتى يستغلون اطفالهم. صح، فايش اكثر يعني انا استغلت اطفالي، في اكثر من كذا هوس؟ ما اتوقع انه انا اقدر اقول شيء بعد كذا. يعني موضوع استغلال الاطفال يعني راح نتكلم هذا موضوع ثاني فيه يعني بتفاصيل اكثر يعني أكيد. هذا يجيبنا الى موضوع مره مهم، واللي هو الستوكرز او الترصد للمشاهير، لحد سيارتك، مكان سكنك، الفلتر، الحي حتى اللي انت ساكنه فيه، مصيبه، مكان طبعا. عملك مصيبه. يعني في ناس ترى سوري على الكلمه حقولها سايكو، ما يبغى منك شيء، يمكن ما يأذيك بس ممكن توصل يوم يأذيك، يقعد يراقبك. هذه موجودة على مدار التاريخ يا مها، موجودة، حصلت مع مشاهير العالم موجودة كلها. موجودة، ما قلنا شيء، بس احنا اللي نبي نوصله واللي تحكي عنه من شوي أودي افهمها مرة. يعني فعلا في اشياء الواحد يتحفظ عليها قدر المستطاع، لان ممكن ما يصير خير، ممكن واحد ما يحبك، ممكن واحد حاقد عليك، ممكن واحد غيران منك يجي يصدمك، انت ايش استفدتي؟ يجي يشب في بيتك حريقه، انت ايش استفدتي؟ ولا يجي ينط على بيتك ولا يسوي لك مصيبه ولا. في ناس فعلا توصل لدرجه حتى الهوس بالمشاهير، ممكن اختطاف، ممكن، وهذه صارت عالميا. صح. يعني احنا نتكلم على العالم ككل، حصلت في كذا حادثه وشفناها وحضرناها، فالشيء يعني ما هو موضوع انه على قولتهم هياط ولا تبين تورين ولا تسوين، ترى ممكن ينقلب السحر. اقدر اوري واقدر اسوي كل شيء من غير ما ابين مكان سكني، ومن غير ما ابين وش سيارتي. في امور كثيره الوحده اللي تبي تحافظ على خصوصيتها 100% تعرف كيف. ما دام احنا دخلنا موضوع الخصوصيه خلوني اسالكم، تتوقعون المشاهير يحسون بشهره زياده لما يطلعون خصوصيتهم؟ صح، لانه احنا نبحث عن المخفي ونبحث عن الخفايا ونبحث عن الفضائح ونبحث عن هو كل ما وراء الابواب، نبحث عن اسرار. صح. البيوت ونبحث عن هذا الشيء. طب هم ايش بيسووا في بيتهم؟ هم ايش اكلوا؟ كيف بيسووا مع زوجتهم؟ عندهم شعبيه طبعا للاسف، وهذا خطأ مننا إحنا وليس منهم هم. إحنا اللي ندور لما نشوف أحد مثلا صورت أولادها أو صورت شيء جوة بيتها، فجأة تلاقي كله بينشر لبعض وعدد المشاهدات زادت، روح عند فلانة تراها راحت المسبح ولا صورت نفسها وهي لابسة مدري إيه ولا في بيتها ولا صورت أمها ولا. طيب هذا غلط نشوفه من المشهور ولا من الشخص اللي قاعد يتابع المشهور؟ أنت الشخص برأيك. المشهور هو شخص في الأخير أصبح يعني مو الكل ولكن الكثير، أصبح سلعة. يعني هو شوف نفسه أنا سلعة تجارية، أنا كيف أستثمر نفسي وأتاجر فيها، أنا كيف حاجيب فلوس، أنا بدأت المشاهدات تقل، إذا لازم أنا ما عندي محتوى، ما عندي شيء ثاني، لازم أنقذ نفسي، لازم أنقذ نفسي. إيش أسوي؟ ضارب مع زوجي، طلق منه، حط سكة طلاق، صور أولادك، وسوي أي حاجة بسرعة. فينقذ نفسه إنه يسوي حركة، عشان وحركة خصوصا تكون شخصية جدا في حياته الشخصية، عشان الناس أوف أوف ألحقه ويظهر ترند مرة أخرى، وهكذا كل ما يجد نفسه في هبوط يصعد. طبعا أنا هنا أتكلم عن المشاهير وهم اللي فقد بيظهروا فقط سعيا للمال وللماده، وممكن يسووا اي شيء عشان هذه الماده. وهذا اللي بالفعل اللي منتشر، كل صار يسوي اي شيء مقابل الماده. تعرفون اقول لكم شيء، لما اشوف قصص كذا ولا ادخل تويتر واشوف فلانه تزوجت، فلانه طلقت، فلانه تهاوشت مع زوجها، فلانه ما ادري ايش سوت، فلانه خانت، معليش لما انت تسعي عشان تطلعي هذه الجزئيه بالتحديد، حياتك العاطفيه والزوجيه وخيانه وما خيانه، معليش انت ما عندك اي احترام لنفسك، ما عندك اي احترام لعائلتك، ما عندك اي احترام للمتابعين، ما عندك اي احترام للشهره والمكان اللي انت حطيتي فيها. معليش هذول الناس نسميهم
بس يبغون الفلوس. طب اسمعي طيب. شفت الجمله دي اللي قلتيها؟ ما يبغى ولا شيء ثاني. تدري لو تقولي لها معلش انت وانت حتقول لك ايه، واهم شيء عندي فلوس، جبت بيت وجبت سياره، انت ايش جبتي؟ صح ترد لك هذا الرد عادي. انا اقدر انا لو انا شخص ذكي اقدر اجيب البيت والسياره من غير ما اسوي ترند. احترامك لنفسك من غير ما اسوي ترند، من غير ما اخسر احترام الناس. مؤثر مؤثر، مو محتاج يطلع ترند عشان يصير يتاثر، عشان الناس تتاثر فيه، مره مو محتاج صراحة. هذه الفئة أنا دائما أتفشل منها ودائما أحاول. ليش تفشل؟ لا هي بنتك ولا هي أمك. لا 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 أتفشل أتفشل. إن تدرين وشو هي تتفشل من نفسها، مو إحنا نتفشل تدرين منها. تدرين وشو يا أودي؟ والله والله أتفشل. شفتي لما يصير موقف مرة محرج قدامك تتفشلين عن الشخص وأنت مالك دخل. أيوة. أنا تفشلت عنه وأنا مالي دخل، ما أعرف ولا ما ليش تفشل. لا مرة يفشل صراحة. كل وحدة وكيفها تسوي اللي تسوي بنفسها. تدري ليش يفشل؟ لأنهم قاعدين برا السعودية يجيبون العيد وإحنا قاعدين، يعني فهمت إيش أقصد؟ جابت لنفسها ما جابت لنا إحنا، فمن المفروض إحنا نتفشل. هذول الناس اللي ما يعرفون. نرفع عروسنا الحمد لله، ما طلعنا على أشياء ترند ولا طلعنا على أشياء خرابيط ولا للأسف 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 للأسف. في شيء دائما ينقال من أيام المدرسة، ونعتقد حتى أنتم مريتوا في هذا المثل اللي يقول لك الخير يخص والشر يعم. شر يعم، لا تقولي لي مهما كان هي انتهى هي. يعني شوفي أنا بقول لكم شيء من الآخر، السوشيال ميديا راح تقعد سنتين وقولوا ما قالتها ودي سنتين، يا إنك تستغلينها صح وتكونين سمعة عن نفسك صح وشهرة نظيفة صح، يا أنك أنت راح تندثرين وراح تكونين من الناس المشاهير اللي فجأة طلعت وفجأة اختفت. أنا كذا أشوف. ريم تضحك مبتسمة وتحرك رأسها. ريم أنا أدلي بدلوك. ما أبغى أدلي بدلوك ريم، اللي حنا نبغى هذا اللي أنت ساكتة نبغاها إحنا. طيب نبغى نتكلم أكثر عن الشهرة من الجوانب النفسية. الجانب النفسي يعني جانب مطول ومتشعب جدا جدا، طبعا له أبعاد وله أشياء كثير. وطبعا الجانب الاجتماعي خلنا نقول، يقول لك صانع الأفلام الشهير جون ووترز أن الشهرة هي رغبة الجميع الغير معلنة، وهي طبعا هذا الشيء في ناس تتفق وفي ناس ما تتفق. وأنا ودي أسألكم أنتم شو رأيكم، تحسون أن كل أحد في الدنيا يبغى يصير مشهور؟ إيه، لأنه مثل ما قلنا قبل شوي قبل ما حكينا تكلمنا عن الهرم. هرم اللي هو الحاجة إلى الانتماء والحاجة إلى التقدير. أنا ممكن أشعر إلى أحصل الحاجة إلى التقدير من غير شهرة. أنا مثلا من الناس اللي راح أكمل السنة الجاية 30 سنة في الإعلام، وكثير ناس ما يعرفوني لأني ما أحب الشهرة، أخاف من الشهرة مو ما أحبها كمان، أخاف منها. دائما أقول أنا مني قد الشهرة لأني ما أحبها، لأنه فيها تداعيات مرة كثير. إذا أنا مني قد الشهرة مو مثاليات، إني الخصوصية، الإشاعات، الكلام الناس، التنمر. خاصة المتزوجة ترى وضعها غير البنت في الشهرة، أنا أحس كذا. يعني متزوجة إحنا نلاحظ إنه كثير تكثر مشاكل لو ما كان الزوج عاقل ومستوعب وضع شهرة زوجته، أو إنها تكون الزوجة مي مستوعبة وضع شهرة زوجها. كثير تحصل مشاكل، ويكون حتى متزوجين وعندهم أطفال وعندهم عالم وناس، نلاقي مشاكل الانفصال، نلاقي مشاكل الخلافات اللي قدام الأطفال، نلاقي مشاكل كثير بسبب الموضوع إذا ما كان الزوج والزوجة على وعي كافي. بالضبط. يعني الشهرة يعني مو كل، ما أعتقد إنه كل الناس يسعوا لها صراحة. في ناس مرة تخاف من الشهرة تبتعد عنها، في ناس تحب تأدي عملها. يعني مثلا أنا دائما أقول يا جماعة ليس كل إعلامي مشهور، وبالتالي ليس كل يعني شخص ما هو مشهور، ممكن شخص طبيب، ممكن يكون رياضي، ممكن يكون أي حاجة وتلاقيه مشهور. مو شرط إني أنا بطلع في التلفزيون معناته إن لازم أكون مشهورة، لا، أنا بأدي مهنة كأي مهنة أخرى لها معايير ومقاييسها وبأديها وباجي أمشي. والدليل إنه إحنا في كثير إعلاميين وكتاب ومراسلين ما هم مشهورين، ولكنهم معروفين في مجالهم فقط، ولا يسعوا إلى الشهرة ولا يهتموا بموضوع الشهرة. هذه وجهة رأيي، وجهة نظري. طب تحسون أن موضوع الشهرة أو المشاهير ممكن أنهم يكون عرضة للاضطرابات النفسية طبعاً. بالتحديد طبعاً. أكثر من غيرهم، وليش؟ أيوه. طب تعطيني جوابها وليش؟ والله أنا أشوف اللي هي الأسباب اللي ذكرناها. الإنسان لما يكون مشهور وفجأة يحاول أنه يرضي المجتمع، يحاول أنه يرضي الناس، دائما تلاقيه يسعى أنه يبين الأشياء الكويسة، وفوق كده تجيله انتقادات أو تظهر عليه شائعات أو إساءة لي ولأهله. أعتقد أنه هنا بيعيش في حالة أنه
أنا ماني مرغوب، أنا ماني محبوب، أنا ليش الناس يتكلم علي؟ فدائما يفضل في حالة قلق وتوتر إنه لا لازم أحسن صورتي، لازم أبين الناس، أو خصوصا إذا كان ما يعرف يدافع عن نفسه يكون في إساءة لي أو لأهله، هنا أعتقد يدخل في حالة من القلق والتوتر، خصوصا في مواضيع ظلم. يعني يمكن لو شفنا بعض الأطفال اللي كانوا مشهورين، يمكن كيف السوشيال ميديا تناولت قضية بنت رفعت على والدتها قضية، بينما الحقيقة هي غير كذا تماما، هي قاصر وأهلها أبوها اللي رفع القضية، وكيف جاه الملامة وكيف جاه السب، كيف جاه إنه أتركوها لا تتابعوها، لازم نحرم أطفالنا من متابعتها عشانها عاقة، وهي في الأخير الحقيقة تقول إنه هي ما لها شغل، هي قاصر أبوها اللي رفع القضية وهي تحت سيطرة الأب. فهنا في إحنا أحيانا ندخل في مرحلة إننا نقسى بكلامنا وباتهاماتنا على أشياء ما نعرف حقيقتها، وهذا هو للأسف السائد، وهذا طبعا أكيد المشهور بيعاني منه، في تداعيات بتأثر عليه مرة كثير. وغير كذا في مشاهير أنا أشوفهم أصلا هم دخلوا السوشيال ميديا زي ما قلنا قبل إنه هوس يكون عند الشخص، فداخل مهووس، فهو المهووس أساسا يكون مريض أساسا. في كثير مشاهير اكتشفوا بعض متابعين منهم فيهم ثناء القطب من كثرة التداعيات والاختلافات اللي هو عايشها، يعيش في السناب عالم ثاني، يعيش برة السناب عالم ثاني، يعيش مع جمهوره عيشة ثانية، يعيش مع عياله وسط أهله حياة ثانية. بالضبط، ثناء القطب دا يصير معه، إنه أنا هنا مع أهلي كل شيء عيب وحرام وغلط ولا تسوي، لكن مع الناس أنا إنسان مرة منفتح ومتفاهم وأحب الحياة. حتى مع عيالي قدام الشاشة أنا حياة مثالية، أربي عيالي مزبوط. زين، ويا بابا ويا ماما ويا عمي، ومن وراء الكاميرا طخطخ. نعم والله صحيح، يعني قصدكم الحياة المزدوجة خلنا نقول، وهذا يمكن من ضرائب الشهرة خلنا نقول. الواحد لازم يتحدث بطريقة معينة، لازم يلبس بطريقة معينة، إرهاق نفسي 100%. أودي هذا ما نختلف عليه، وهذه من نرجع نحكي والله أنا مريحة نفسي من السلبيات. والله أنا مريحة نفسي من السلبيات، ألبس بجامة صورة نفس بجامة شهر، ومن غير مكياج ومن غير ميكاب، الله الفلاتر ما خلت ولا بقيت، تساعدنا بكل شيء، شعري طاير عادي، أنا شخص طبيعي بقعد في بيتي بشعري طاير، أنا ما عندي مشكلة، وأنا متصالحة مع نفسي الجزئية. يعني الواحد لما يطلع السوشيال ميديا لازم يقول أنا وش أبغى، هل أنا أبغى بين حياة مثالية؟ هل أنا أبغى بين حياة أرستقراطية؟ لا طبعا، لأنك أنت راح تنكشف، لأنه هي ثغرة في حياتك راح تكون، ما راح تبين الأساس اللي راح يبين طبيعتك الصدقية الأساسية. إذا كنت إنسان فوضوي مهما تحاول تترتب حتنكشف برا السوشيال ميديا انك انت انسان فوضوي. اذا كنت شخص بالفعل انت شخص مرتبه مثاليه حتبين هذه من وراء ومن قدام. فعيشي حياتك بسيطه، ادخلي للناس ببساطتك، حبب الناس فيك ببساطتك. انا شعري طاير، انا شخص مثلك عادي شعري طاير، اكيد انه بيكون شعري طاير. نعم. انا فيني بقعه، اي عادي، انا توقف شوي معك فيني بقعه بملابسي، انا لابسه بجامه، انسان طبيعي. أي. يحصل لو ما يحصل للناس الطبيعي. حابة تقولي شيء ما قبل ما نختم هذه السالفة؟ لا يعني يمكن غطينا احنا الجوانب اغلبها، لكن انا اشوف ان الناس يعني تشوف المشهور فعلا انه انسان طبيعي، لا تحملونه فوق طاقته، لا تحسون انه هو ملاك، لانه ما في احد ملاك على وجه الارض. صح. كلنا بشر، كلنا نغلط، كلنا نسوي أشياء الكويسة اللي نقدر عليها. لا تستقعدون هذا. صح. الشيء راح يدور ويرجع لك، حتى لو ما قابلت الشخص. صح. شخصيا وتكلمت عليه أو اغتبت أو تبليت أو خلنا نقول طلعت إشاعات، صدقني 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 راح تدور الدنيا وترجع في أعز الناس، إذا مو في نفسك وأهلك. صح. وأطفالك والناس اللي تحبهم فعلا. مو معناته أنه سوشيال ميديا ما يعرف إيش اسمي ولا كيف شكلي ولا أنا بنت مين ولا أنا ولد مين، وكتبت قذف ولا سب ولا اتهام ولا دعاء ولا أي كان. بالضبط، هذول الناس يعني الله يعينهم على أنفسهم. الحقد والغل والكراهية وهذه الأشياء كلها راح ترجع على الشخص، وترجع وعلى قولتهم نار تاكل حطبها. الشهرة سلاح ذو حدين، ممكن نسيء استخدامه يودينا في 60,000 دهية، وممكن نستخدمه بالشكل الصحيح اللي يكون فيه منفعة علينا إحنا شخصيا وأكيد للمجتمع. تذكر عزيزي المشهور أو عزيزتي المشهورة، الشيء اللي أنت بتصوريه اليوم أو اللي أنت بتصوره اليوم رح يفضل طول العمر. تذكر أنه أنت رح تكبر وحتصير جد، أو أنت رح تكبري وحتصيري جدة، ما تبغي تطلي في الماضي وتقولي يا ريتني ما سويت زي كده، أو يا ريتني ما صورت أطفالي أو ظهرتهم بهذه الصورة. ممكن بكرة طفلك يكبر ويوصل لمنصب يقولوا هذا اللي كان أبوه يرقصه وهو صغير، أو هذا اللي كانت أمها تصورها وهي لابسة ما أدري كيف. فهذا السلاح
السلاح لازم إننا نحسن استخدامه ونخلي دائما الناس يتذكرونا بالخير، ولما إحنا نرجع للماضي ونشوفه نقول الحمد لله إنه إحنا تركنا الأثر الطيب. مشاهدينا إلى هنا انتهت سلفتنا لليوم، خلونا نطلع فاصل قصير ورجعين. فن ومشاهير من مجلة سيدتي، خلونا نتابع. بعد ما لفتت الأنظار بتألقها في مسلسل الطاووس، استضافت الفنانة فرح الزاهد مجلة سيدتي في منزلها عشان تحدثنا عن طموحها في مجال التمثيل وموقف شقيقتها هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي لما عرفوا برغبتها في التمثيل، وأمور أخرى نكتشفها معا في الحوار التالي. يعني تقييمي للطاووس كبداية ليا، أنا الحقيقة ما كنتش متخيلة أن أول دور ليا يبقى في مسلسل قوي كده وقصته تمس كل، يعني تمس المجتمع بالشكل ده. اتبسطت جدا بالطاووس وحبيت فرح جدا، يعني لأن فيها جزء كبير قوي مني كمان. شايفة أن نجاح العمل حملك مسؤولية كبيرة في اختياراتك اللي جاية؟ طبعا، يعني هو استاذ رؤوف نصحني نصيحه قال لي اعقليها وتوكلي، فانا هتوكل على ربنا بصراحه. بس لازم اي عمل تاني يكون زي الطاووس كده، يعني يمكن يكون اتقل كمان. مسلسل الطاووس تناول قضيه الاغتصاب، ايه دي القضيه النسائيه اللي تتمني تقدميها على الشاشه؟ العنف المنزلي، الدوميستيك فايلنس. على فكره كان في مشهد في المسلسل منزلاوي كان بيضربني، اللي هو امام يعني ما شاء الله هو على طول في الجيم وعلى طول، يعني فهو ما ضربنيش، يعني هو كان بيمثل وكان ما ضربش الضرب القوي، هو كان بيمسكني، هو مسك ايدي بس وبيزقني وكده. انا والله العظيم روحت البيت انا مزرقه اسبوعين، فضلت قاعده انا مش مصدقه. فوالله انا روحت البيت بقول لمامتي الله يكون في عون كل ست بتتضرب. كريم ما تعملش كده، والنبي كريم رد عليا. انت بتعيطي ليه؟ انت بتعيطي ليه؟ لو هنتكلم عن المخرج رؤوف عبد العزيز اضاف لك ايه؟ من احلى الاشخاص واللي ممكن تتعامل معاها في حياتك. لو هنتكلم في البدايه ان انت مثلتي قدام سيده المسرح العربي استاذه سميحه ايوب واستاذ جمال سليماني، شايفه التجربه معاهم ازاي؟ انا اتعلمت من استاذ، هبدا باستاذه سميحه الاول، بتحسيها طيبه جدا وما تحسيش ان انت خايفه منها وانت قاعده معاها، ولا بالعكس تعلمي منها كتير قوي، تحترم كل المواهب الجديده، واستاذ جمال سليمان كده. فلا يعني انا بعتبر نفسي فعلا محظوظه جدا بالشغل معاهم، يعني لو متعلمت من كل الخبرات المختلفه دي. مين من الفنانين اللي انت تبقي عايزه تشتغلي معاهم؟ الشباب يعني نفسي اشتغل مع احمد عز، امير قراره، اسر ياسين، عارفه الناس الحلوه، كريم فهمي، انا عايزه اشتغل مع الناس الحلوه. لا، ونفسي اشتغل مع استاذ يحيى الفخراني. لو في عمل فني يجمعك ما بينك وما بين هنا توافقي؟ طبعا، بس هنا قالت لي نستنى نعمل حاجه احنا الاثنين نكون يعني نقدمها صح ونكون مذاكرينها كويس وحاجه احنا حابينها قوي علشان الناس تتبسط منها بجد. لو بعيد بقى عن التمثيل، لو هنقرب من شخصيه فرح، ايه اللي بتحبي تعمليه بعيد، يعني حياتك الروتين اليومي بتاعك؟ بتحبي الشوبينج؟ بتحبي السفر؟ انا شخص يعني مش مرح. زي ما قلت ما بحبش اقدر قوي، انا اصلا شخصيتي انا يعني مش نكديه بس يعني شخص روتيني، ما بغيرش، يعني ما بحبش السفر مثلا. علاقتك بالمطبخ؟ ايه؟ كنت ولا حاجه. لا، بحب اطبخ جدا وبعمل حاجات حلوه، بس يعني مثلا بعمل حاجات سهله، بس انا نفسي حلوه والله. طب سؤال تاني، لو هنقول الروتين الجمالي اللي انت بتتابعيه يوميا. بصي، هو في حاجه للشعر دي صاحبتي كانت قايلها لي، خميره، زبادي بخميره، بتحطيها شجر، ده حلو جدا، بيتقل الشعر وبيخليه طري ومش متقطع. انا واحده بقى بعمل هايلايتس على طول، بعمل هايلايتس في شعري، ببقى محتاجه ان انا اعمل حاجات دي، بحط ارجان، زيت ارجان، فبيبقى كويس قوي برده الشعر ده، كل يوم بحط على شعري زيت ارجان بصراحه. ميرسي جدا ليكي. ميرسي، ربنا يخليك.
أكيد شكراً مجلة سيدتي على هذا التقرير الجميل وهذا اللقاء الحلو اللي عرفنا بهذه الفنانة الصاعدة. خلينا نقول حلو إنه لما يكون في مواهب إنه الكبار يتبنوها. المسلسل اللي مثلته مع جمال سليمان أساساً قصة المسلسل رهيبة وصلت الضوء على قضية خطيرة جداً، فحلو إنه المواهب تظهر عن طريق أعمال كبيرة وتكون في مسلسلات كبيرة زي كذا. يعني صراحة ريم حمستني أنا أشوف المسلسل. مسلسل طاووس من المسلسلات اللي كانت جدا قوية في رمضان هذا اللي راح، مع إني ما تابعت تفاصيله ولكن أعرف قد إيش تهاجم وأعرف قد إيش اتطرق. تقريبا عن إيش قصتها؟ هي قصة صعبة شوية، يعني كانت عن حالة لفتاة اغتصبت وهي تبغى تثبت هذا الموضوع وكذا، يعني فموضوع اتعرض لانتقادات مرة كثير، وهم كانوا بيسلطوا القضية على الضوء على قضية محددة انه كيف بيتم الشكوى، كيف البنت بتاخذ حقها، كيف بتمر باشياء نفسية مرة سيئة سواء نظرة المجتمع او الاهل او الاعلام وغيره. فحلو مرة كان الموضوع صراحة. لا تحمست اني اتابع صراحة. طيب مشاهدينا نطلع فاصل قصير وراجعين لكم. طريقة تحضير المشروبات الصيفية الباردة بنكهات منعشة وفي البيت. مع دخول الصيف رسميا اليوم 21 يونيو أكيد نحاول ندور على أشياء تبرد علينا، منها المشروبات والعصائر الصيفية المنعشة واللي راح نشوف منها أنواع كثيرة ونكهات متنوعة وبطرق تحضير مختلفة. راح نتعرف عليها أكيد مع فقرتنا هذه مع ضيفنا في الاستوديو يوسف إبراهيم مختص موكتيلات. كيفك يوسف؟ يا أهلا وسهلا حياك الله يوسف. في البداية احنا قلنا موكتيلات، صراحة أنا أول مرة أسمع هذه، يمكن لأنه احنا ما احنا في عالم الكوكتيلات والموكتيلات والعصائر أكثر، فليت توضح لنا أكثر. أنت قصدك الفرق بين الكوكتيل والموكتيل؟ إيه. الموكتيل أي نكهة سواء سيروب أو بيست أو هذه مع صودا ومنكهة طبيعية. الكوكتيل أي فريش جوس فواكه طبيعية نحطها مع بعض، هذا الكوكتيل. من غير صودا؟ من غير صودا. فالموكتيل هو الصودا وأيضا المشروبات الطاقة. حلو. مشروبات الطاقة تعتبر موكتيل ولا كوكتيل؟ موكتيل. اوكي موكتيل. يعني نفهم من كلامك ان الكوكتيل العصائر الفريش. صحيح. يعني الستروبري او البرتقال والتفاح والى اخره. يعني صحيه، يعني صحيه الى حد ما اكثر من الموكتيل. هي بشكل عام يعني ممكن نقول صح، بس بشكل عام هي مكونات الفريش تقول عليها كوكتيل. حلو. اي مشروب فريش كوكتيل. طب والموكتيل لازم يكون غازي؟ يعني اقصد لازم تضيف عليه مثلا صودا كلوب ولا في اشياء فرق، وهذا اللي انا حبيت اوضحه. انتم معكم ثلاث مشاريب، كل مشروب مختلف مكوناته، في صودا، في سفن، في شعير. حلو. في مشروبات تقدر تضيفيها مشروبات طاقه، هذه كلها مو شرط انه سفن بس او صودا بس. بس انت تضيف عليها سكر يوسف قلت لي. على حسب، في مشروب يكون سويت اند ساور فلازم يكون حالي حامض، تضيف السكر عشان يوازن الحموضة هذه. في ناس تعتقد إنه هذه العصيرات لازم، والله بشوفها في السوشيال ميديا يجيبوا كده سطل ويحطوا كل شيء فيه سكر، عصيرات ونكهات ومركز ومدري إيه مع الثلج، يقول لك خلاص هذا هو الموكتيل. فهل إضافة السكر بالكميات الكبيرة دي ضروري عشان تدينا النكهة؟ لا، هذا اللي أنا أحاول أصلاً أغير المفهوم هذا. المشروبات اللي معكم هذه ما فيها ترى سيروب سكر أبداً. هذه كلها نكهات مركزة يسموها البيست. حلو. طيب يعني هذا الفرق زي هذا اللي بأشربه. في فاكهة الباشن فروت. صحيح. وكلمنا كمان إيش في أشياء تانية لأنه طعمه من جد هذا اسمه كبرسكي. الكبرسكي معتمد الحموضة. حامض جدا مع نكهة الفاكهة اللي يشربها. فأنا سويت لكم الثلاثة باشن فروت على فكرة. حلو. يعني أنا متعمد أسوي باشن فروت كبرسكي، باشن فروت موهيتو. هذا حقي موهيتو صح؟ بالضبط. طب إيش الفرق بين الموهيتو وبين أنت مها وشو حق مها؟ مها مع ميول. ميول باشن فروت. حلو. الميول نتكلم عنه سريع، هذا زنجبيل وخيار وعسل والنكهه اللي انا حاطه فيها طبعا مبني على البيره. انا حقي في عسل؟ لا شو انت حقك ليمون نعناع ونكهه الباشن فروت. اوكي. انا صراحه حقي مره عجبني لذيذ. انا لسه ما جربت، ما ابغى الرج يخرب على الهواء بعد الهواء ان شاء الله. لا انا جربت من يوم ما اخذته. بعد الهواء جرب. لكن خلينا نحكي شوي يوسف عن يعني قد إيش تكون هذه المشروبات مطلوبة في الصيف بالتحديد. يعني إحنا يمكن حتى في المقدمة قلنا أن اليوم يقولون أن رسميا دخل الصيف، مع أننا نتوقع الصيف بداخل لا شهرين، بس قد إيش تصير بابولر يعني غير الشتاء مختلف؟ ليش؟ إيش معنى؟ هي لأنه على قولتنا إحنا نقول بالعامية نسرسح، نبي شيء مرة بارد ويهدي الجو شوية، لأنه المشروبات هذه تعطيك برودة تروق الحر هذا كله.
بس المشكلة عندنا انه احنا نعتمد بس الموهيتو او مشهورين فقط بالموهيتو. في مشروبات كثيرة ترى مو شرط موهيتو يعني. بس يحط فيها زنجبيل ليدفي الزنجبيل. لا الزنجبيل مجرد لذعة. لذعة. لأن المشروبات هذه تعطي بس لذعة مش انه نكهة الزنجبيل كاملة يعني. طب تختلف يعني مثلا لو الحين كل الثلاثة هذول يختلفون عن بعض. يعني اي انت قلت انها مختلفه بس كلها بارده الواضح يعني ما شاء الله نصها ثلج طبعا هذا المطلوب بس لا يعني مثلا تختلف خلطاتك او وصفاتك الشتاء عن الصيف ولا كلها نفس كل مشروب يختلف طبعا وكل مشروب يعني وش الفاك او الاشياء اللي تستخدمها في الشتاء وما تستخدمها في الصيف والعكس الشتاء اكيد انه ما استخدم مشروبات بارده كثير اكثر مشروبات تكون حاره ولو بسوي مشروب بارد ما راح اخليه لاذع بالطريقه هذه يكون سموث يكون بس تشرب شيء مجرد طعم نكهه لكن في اشياء تلذعك على اساس انه تبرد عليك يعني الموهيتو لما يسموه موهيتو سويت اند ساور موهيتو حامض حالي غير الموهيتو المعروف ترى عشان اللذعه هذه هي اللي تنعشك شوي حلو صح انت تعلمت ما شاء الله الميكسيولوجي اسمه ميكسيولوجي هذا العلم وهذا الفن خلينا نقول ليش هو فن لانه هي تعتمد على الذائقه والتركيبات صحيح. اللي تدي لبعض تعزز لبعض لما اجي انا بدي اسوي هذا العصير الصيفي الرائع ايش الاساسيات اللي لازم تكون موجوده عشان اطلع بعصير زي كذا مو شرط يكون في ادوات كثير يعني الناس لما اصور يشوفون عندي ادوات كثير يحسبون الموضوع معقد مو شرط هو فقط اللايم وفي فرق بين اللايم والليمون اللايم الليمون الاخضر هذا يفرق تماما عن الاصفر والليمون الاصفر ما يستخدم في المكتلات المعلومه اللي هو ابو زهر ابو زهره وبلدي وكل الاسماء هذه ايه؟ هذا الوحيد اللي يستخدم في المكتلات اللي يستخدم الاصفر فالاصفر للعصير مش للمكتل المكون الاساسي يكون اللايم وفي النعناع للموهيتو والسمبل سيرب السمبل سيرب اللي هو شيره السكر بس برضه حتى التلج ليه له شكل محدد الكراش احلى الكراش هذا المجلوش احلى لانه يبرد اكثر ويطول اكثر صح طيب يوسف كيف تشوف احتياج السوق يعني خاصه انه صار المسمى مختلف الحين صراحه بدينا نفرق يعني انا من اول احس بانه كله واحد لما انت بديت توضح لنا اكثر واكثر خاصه يمكن في سناباتك في تيك توك قاعد توضح اكثر هذا الشيء فليتك توضح لنا احتياج السوق لمثل هذه الاشياء والله انا اتمنى انه يكون في فرق بين المشروبات البارده والموهيتو مو كل من شاف كوكتيل يقول هذا موهيتو فعليا اي مشروب تشوفه هذا موهيتو هذا مو موهيتو طب كيف اعرف الموهيتو هذا مشروب عادي يعني زي المشروبات العاديه اتمنى يكون في السوق يحتاج الشيء هذا ترى والجو عندنا اصلا اغلبه حار فنحتاج تخصص هذا جدا يعني جميل طب يوسف يعني الحين الاشياء اللي انت تسويها والخلطات اللي تسويها هل هي اوريجينال انت اللي سويتها واخترعت الخلطات او انك تاخذها من احد ومثلا تعدل عليها او حكينا عن هالجانب او هال طبعا في ستاندر عالمي يعني الكبريسكي هذا عالمي حلو الميول هذا له قصه في سنه 1941 في واحد اسمه جاك مورغان كان عنده طلبيه زنجبيل متورط فيها فعليا يعني هذه قصته وكان يبي يسوق المنتج بيره الزنجبيل فسوى المشروب سماه موسكو ميول هذا اشهر مشروب انتشر ويمكن هذا حتى مقطعي هو اشهر واحد موسكو ميول انتشر فكان قصته فقط على ان بيره الزنجبيل يسوي لها مكونات انا اخذ واسوي موديفيكيشن اعدل عليها يعني اضيف خيار اضيف زنجبيل اضيف عسل اضيف اشياء تمشي مع بعض لكن الاساس ستاندر انا ما اقدر اختلف بس مين اللي يقول لك يعني هذا زين وهذا شين هذا ينفع هذا بيمشي هذا ما راح يمشي أكيد. انت تجرب نفسك تروح تشتري لا في العائله لا كل المشروبات تجربها قبل اصورها بعدين صورت يعني تاخذ راي العائله خلينا نقول او الاصدقاء او شلون احيانا اخذ رايهم واحيانا احطه بس تبي ما تشتري خاصه توافق برايك يعني امشي لان عاجبني لا في اشياء نمشي عليها يعني في ستاندر فعليا انا درست على فكره التخصص هذا جميل دراسه يوسف داخله شغف داخله انت تحب الاشياء جداً. تحب المشروبات هذه فتحس انك انت قاعد تبدع فيه جدا انا حاليا يعني حتى كمان يعني دربت اكثر من براند ودربت اكثر من 300 شخص بخصوص المشروبات هذه فالموضوع هذا شغف عندي اصلا يعني احب اسوي الشيء هذا طبعا يوسف احنا نشكرك انت جاي مخصوص من الطايف عشان تكون ضيفنا في هذه الفقره وبالفعل باين عليك الشغف يعني انا قاعده اتكلم معك فابغى اعرف كيف ايش كانت الانطلاقه او الشراره اللي اطلقت الشغف في يوسف الانطلاقه انا يعني عندي براندات مطاعم كافيهات حلو فكنت حاب اني انا اسوي اشياء جديده او شيء مميز سيجنتشر للمحل حقك اكيد لازم وكانوا يقولون لي قاعد تبربسك واجد فهذا شيء طبيعي يعني بتبدا بالاشياء هذه بعدين بدات اتخصص فيه اكثر واكثر واتجهت للدراسه اكثر حلو يعني درستها اكثر من انه انا اجربها فقط ولازم اصلا انك تدرسها خصوصا انه لو انت تبغى تحترف في هذا الشيء وتتميز صحيح. فيه صحيح. لازم تصقل هذه الموهبه وهذه المعرفه اللي عندك انه تعرف اساسياتها الطريقه الصحيحه صحيح وانا اتمنى كل واحد حتى يعني يفهم الموضوع شوي مش مجرد سيروب صح تحس انك انت لقيت مكانك يوسف الصح في هذا الموضوع؟ فعليا نعم ترى انا جديد في السوشيال ميديا على فكره
انت جديد في السوشيال ميديا بسبه المشروبات هذه؟ بس ما شاء الله يعني متابعينك كثير. بسبه المشروبات هذه على طول طلعت. انا حاولت قبل كنت يعني اجرب اشياء كثيره بس المحتوى هذا فعليا لما تخصصت ترى شاطر في الاي تي في امور الكمبيوتر والبرمجه والجوالات وكل شيء بس انه بدا انا دراستي اي تي وامن سبراني على فكره بس هذا شغفي. حلو حلو انك لقيت شغفك. لقيت الشيء اللي انت تستمتع فيه. انا استمتع، انا شخصيا من الناس اللي احب الكوكتيلات وانت الموكتيلات، فشكلنا احنا بعد الحلقه ان شاء الله بنسوي بزنس مع بعض يا يوسف لان انا في شيء وانت في شيء وانا مخذتها كهوايه جميل. لا اقل ولا اكثر، لكن فعلا الموضوع ممتع لما تدخل وتخلي الناس تجرب. بس انا يمكن اخلي الناس كلها تجرب انه جربوا هذا كيف جرب وهذا جديد. وفي ناس تحب الحالي، في ناس ما تحب الحالي، في ناس تبغى سكر، في ناس ما تبغى سكر، فانت شلون ترضي جميع الاذواق؟ علمني وش السر. ممكن في مشروبات ستاندر حقها حموضه ما اقدر اعدلها، وفي مشروبات ممكن ازود فيها سكر، بس فعليا الموكتيلات اغلبها حامض، ترى يغلب عليها الحموضه ما يغلب عليها الحلا. مو الحلا ابدا، احس الحلا يغث جدا يعني، خاصه الموكتيل تشربينه كذا زي القهوه على رواق على هدوء شوي. وفي مشروبات تروق الوضع على فكره، في مشروبات للاوقات يعني، في مشروب الصباح، في مشروب المغرب، في مشروب في الليل، في كل مشروب له وقته ترى. يعني لها اتيكيت معين في الشرب؟ مو خلينا نقول اتيكيت، بس خلينا نقول وقت عادي يعني. رايق ابغى اروق مثلا صباح اشرب لي مشروب معين، ابي اروق في الليل، ابي انتعش في زي ايش كلنا مشروب. مثلا النهار، خلينا النهار نقول. اكثر شيء مهيته هو فعليا اللي يسرسح يهدي الوضع. طيب عجبتني يسرسح. العصر العصر ما في شيء معين، بس العصر ممكن يكون قهوه بارده. حلو قهوة. حلو ترى الموكتيلات تشمل القهوه على فكره، تشمل القهوه اكيد. والحليب كثير ما احس الحليب. حليب اوكي ولا لا؟ لا لا بالصودا. جربتوا قهوه بالصودا؟ لا هذه جديده، هذا اللي نبغى نجربه. هذه القهوه منعشه جدا بالصودا ترى. الله، في موكتيلات كثيره بالقهوه، كثيره فعليا. حلو وعليها طلب تحس غريبه. اتوقع غريبه شوي، لسه السوق ما يعرفها، ما تقبلها لسه. حلو. يعني انا دحين صراحه بشرب ده وكل احساس اني انا جالسه على شاطئ البحر والشمس والهواء والعصير. الله يعني سافرت يعني كذا يعني، والله حسستني بهذه الاجواء. طيب يوسف، يعني احنا ممكن شفنا السنوات اللي فاتت كثير شباب وبنات اقبلوا على مهنه الباريستا ويبغوا يتعلموها وصاروا ما شاء الله محترفين فيها. اليوم هل ممكن نشوف في اقبال على هذه صناعه الكوكتيلات؟ خلينا نقول نفس الشيء، لانها زي ما قلت هي ميكسيولوجي وهي علم ولازم الواحد يعرف اساسياته. أنا خليني أقول من واقع اللي أنا شفته. نعم. أنا زي ما قلت لك أنا جيت السوشيال ميديا، طلبات الشيء هذا مرة كثير طلبات تدريبات على الموضوع هذا كثير. بالضبط، لأنه هو في فرق بين الباريستا والميكسولوجي. ما راح أقول بارتندر يطلق على اللي في الحالة، لا هذا ميكسولوجي. مظبوط، ففي طلب كبير عليه كثير. وإحنا نحتاجه في السوق، أن الجو عندنا حار أكثر من بالضبط، وحابين هذا الموضوع. صح صحيح، وبعدين إحنا عندنا طلب يعني للأمانة ممكن أكثر من العرض مع انتشار حتى الكافيهات اليوم ما شاء الله في كل ركن كافي. وأول يعني قبل 10 سنوات أو 15 سنة ما كنا نعرف اللاتيه والسبانش لاتيه والفستاشي والهذا، الحين صارت سولد أوت السعودية ترى، ما في شيء بارد. بالضبط، فإحنا ما شاء الله شعب نحب ندلع أنفسنا، نحب نجرب الجديد، متفتح على الثقافات الأخرى. وبالعكس هذا الشيء يعني أنا بالنسبة لي أحب أشرب كذا شيء أحس فيه يعني أشياء نوعا ما طبيعية من ناحية الزنجبيل، ليمون، نعناع، ولا أني مثلا أفتح صودا وأشربها سكر على الفاضي. يوسف شرفتنا، نتمنى لك كل التوفيق، ومرة ثانية شكرا على تواجدك معنا. الله يسلمك يا رب. مشاهدينا أكيد مكملين معكم باقي فقراتنا، ولكن بعد الفاصل. فنان يكشف أسرار الرسم الرقمي وإمكانيته المتجددة دون الحاجة للأدوات. تسعد أسرة سيدتي دائما باستضافة أصحاب المواهب الفنية المتنوعة، وأكيد لهواة الفن التشكيلي نصيب من ذلك كونه يعتبر من الفنون الجميلة واللي تؤخذ غالبا من أرض الواقع وتصاغ في لوح للتعبير عن مشاعرنا. معنا اليوم في الاستديو شاب سعودي احترف الرسم التقليدي والرقمي. معا خلونا نرحب فيه عبد الرحمن العنزي. هلا وسهلا فيك. اهلا يا اهلا فيكم. هلا والله. عبد الرحمن، اول شيء جاوبني على سؤالي، ما شاء الله تبارك الرحمن وش ذا الابداع؟ شكرا. يعني ما شاء الله انا قاعده اشوف لوح احسبها صور يا جماعه، واخر شيء طلعت رسماته يعني. شكرا شكرا. انت دمجت الرسم التقليدي والرقمي في نفس الوقت، حكينا عن هالقصة.
أنا بديت بالتقليدي طبعا. نعم. تمكنت فيه، كنت أستخدم ألوان الكريليك، نوع من أنواع الألوان، تفردت بأسلوب معين، نمط معين، فحبيت أني أغير وأجرب شيء جديد وحولت على الرقمي. والخبرة السابقة طبعا ساعدتني أني أقدر أتمكن بالرقمي بشكل أسرع وأسهل. صحيح عبد الرحمن، طبعا شكرا لك انك جيتنا مخصوص من حائل عشان تكون معنا في هذه الفقره. دائما ننبسط لما يجون ضيوف من خارج الرياض صراحه. شكرا لك والله. شكرا لك. لكن ابغى اسالك كمان اكثر، هذه الموهبه، موهبه الرسم، خلينا نقول بدات من الطفوله، هل بالضروري الانسان، يعني اللي اقصده، هل بالضروري الانسان اللي يبغى يتجه الى الفن الرقمي او الرسم الرقمي يكون عنده اصلا موهبه في الرسم التشكيلي العادي؟ الرسم أول شيء هو موهبة، وموهبة مكتسبة. طيب. إذا الشخص حب طبعاً إنه يشتغل على نفسه ويبدع، ما راح يستصعب أي شيء نهائياً. خطوات هي، تتمرن، يحاول إنه يبدع إلى ما يتمكن ويوصل لمرحلة معينة، مستوى معين. بس بدايتي أنا بالرسم طبعاً من وأنا صغير، وكنت مهتم في المجالات الفنية بالمدرسة وما إلى ذلك، وشفت اهتمام، حسيت إن عندي شيء خاص، شيء مميز. فقررت اني اكمل في الرسم، فشفت نفسي رسام يعني. ما شاء الله. طيب عبد الرحمن، انت قبل شوي قلت انك انت تميزت بالرسم على الاكريليك، وبعد لا قوه الا بالله تميزت على الرسم بالايباد، خلينا نقول. كيف قدرت تدمج بين الاثنين؟ ما خفت انك انت تتشتت؟ هي فعلا مجازفه يمكن، لان تاخذ وقت، لازم الشخص يركز على شيء معين، بس انا وصلت لنقطه ممتازه في الاكريليك، يعني راضي فيها. فقلت ايش ما اجرب شيء جديد، دخلت بالرقمي، خصوصا انه يوفر وقت بعد اكثر، فاستمتعت فيه ولا حسيت في اي تشتت ولا شيء، الحمد لله كانت عندي خبرات سابقه ونميت هالشيء. وهل يعني من هالخبرات كانت اي مشاركات في اي معارض، محافل، مسابقات، خلينا نقول يعني عندك؟ في البدايه انا لا، ما كنت احب يعني الظهور بشكل مباشر، كنت ماخذها كتسليه. بس جتني فرص الحمد لله، انا يعني سووا معي مقابلات قبل كذا أونلاين، وشغال في متجر مع الشباب. حلو. يعني قاعد أشتغل حبة حبة إن شاء الله. وهذا المتجر مختص في الفنون التشكيلية ولا؟ المتجر لوح. أنا حاب أوجه تحية لمحمد الشمري وهلال غامدي، أصحاب المتجر طبعا، لي قسم أنا خاص هناك وأنشر فيه لوحاتي. نعم. جميل. أبغى أتكلم أكثر على الرسم الرقمي، خصوصا أنك أنت متوجه له، بنشوفه في كثير من لوحاتك ورسماتك. إيش، كيف الواحد يقدر يتعلم هذا الرسم؟ إيش مبادئه؟ الرسم الرقمي صعب أنك تدخل فيه على طول. أنت لازم تكون عندك خبرة سابقة، لأن الرسم يعتمد على الخطوط. نعم. لازم يدك تكون متزنة، عندك خلفية على الأشكال، الأجسام، الظل والنور. فتعتبر تجربة صعبة بالبداية. أنا أنصح دائما أن الشخص يبدأ الرسم تقليدي حبة حبة، يتطور، يجرب أشياء جديدة. طب الرسم الرقمي أدينا تفاصيل فيه، يعني كيف إذا أنا بدي أبدأ أدخله، كيف، إيش الأدوات الأساسية لازم تكون عندي؟ بسيط جدا الحين مع التطور والتكنولوجيا، يعني أبسط حاجة موجودة الآن هي الآيباد، التابلت. إيه نعم. التابلت. في برامج معينة. إيه نعم. بروكرييت، أنا أستخدم بروكرييت على الآيباد برو. برنامج ممتاز جدا، وهو الأول إلى الآن، بسيط وسهل، ما يحتاج أي صعوبة ولا هو مكلف يعني، إلا بعدين إذا في المستقبل إن شاء الله الواحد في المراحل الاحترافية يجرب شيء أكبر وأفضل. عبد الرحمن، خليني أسألك عن رسمة أنت يمكن صار فيها تفاعل كبير من قبل المشهور الجمهور، إذا أنت تكلمنا عنها أكثر تورينا إياها. وشي؟ بحر وفضاء. أنا ما أدري إذا تطلعونها عندكم هنا، بس هي كانت الحلو فيها الفكرة. وش الفكرة كانت؟ دمجت البحر مع الفضاء. أنا كنت أرسم فضاء بشكل يعني كثير، وقررت اني ادمج شيئين كويسين في لوحه واحده. فسويت هالشيء والحمد لله، يعني في ناس كثير عجبتهم اللوحه ونشروها وانبسطت فيها. انا بصراحه مره معجبه في اللوحه، ودي ارجع اشوفها مره ثانيه. ودي تحكينا عنها. انا شفتها كذا، هي لونها ازرق صحيح؟ ازرق واسود. الخلفيه هي عباره عن فضاء حلو مع نجوم، كأنها أطلالة من كوكب على فضاء. فحطيت عليها البحر بألوان فاتحة شوي. الله. عشان يعني هذه الرسمة عبد الرحمن أو؟ لا لا لا، واحدة ثانية قبل شوي، يمكن اللي فيها أصفر. واحدة ثانية أنا كأني شفتها أزرق وأسود. طبعا راح يعرضونها الحين لنا، لكن خلنا أسألك عبد الرحمن، يعني هذا المجال
انت طبعا مجال شغلك هل يعني له علاقه في الفن والتشكيل غير المحل؟ لا لا لا، انا طالب الى الان، طالب في الكليه. طب كيف توفق؟ يعني كيف توفق؟ يعني احس ان الموضوع مو بسهل. الرسام او الفنان يحتاج وقت للتدريب عشان كمان تبي تطور من نفسك ومن يعني سكيلز حقتك خلينا نقول، وفي نفس الوقت دراستك بعد كمان مهمه، فكيف توفق بين الاثنين؟ اضطريت، انا لازم، لان الرسم انا ما اقدر اتركه نهائيا. حلو. وما اقدر برضه اترك مستقبلي طبعا لازم اضمن على ما يقولون، فموفق وقتي. انا الحين ما ارسم باليوم تقريبا 3-4 ساعات فقط لا غير، يعني موفر وقت قصير، اهم شيء ما اقطع الرسم. وبرضه مركز على دراستي. الحمد لله ما في تشتت ولا في اي صعوبه ولا شيء، يعني الواحد بس يرتب جدوله شوي ويسوي شيء اللي يحبه. تنظيم الوقت. اي نعم. ما شاء الله عبد الرحمن، يعني وانا اشوف صورك الاحظ انه اغلبها عن البحر والسماء، لماذا؟ انا في البدايه كنت مركز على رسم الشخصيات، بعدين فكرت اني اتوسع شوي، ارسم بيئه خلفيه اوسع حتى المشاهد لما يشوفها يستمتع فيها، سواء سماء، غيوم، غروب، شروق، بحر، هذه المساحات الممتده جميلة، يعني ممتعة في الرسم وممتعة لما الشخص يشوفها. فعشان كذا أنا أكثر شيء أرسم البحر، السماء، الفضاء، الأشياء الواسعة جدا. رسم الشخصيات يتطلب دقة أكثر وتفاصيل أكثر، لازم تدرسها وتعرفها، خصوصا أنه شفنا بعض الرسومات لبنات مثلا، يعني في تفاصيل في الشعر، في الملامح، من فين تستلهم هذه الشخصيات؟ في صور أستخدم مرجع أرسم منه طبعا، يبغى لها دراسة أكيد طبعا، موضوع النور والضوء، تشكيلات الأجسام هذه يبغى لها فترة ويبغى لها تركيز، يعني مو بالسهولة أن الواحد يرسم. أي واضح عبد الرحمن، خليني أسألك شوي سؤال شخصي، يعني تفضل. على أي أساس تسعر لوحتك؟ إيش المعايير اللي أنت تسعر فيها لوحتك، أو أي رسام ممكن يسعر فيها لوحته؟ أول شيء لازم الكل يستوعب أن الرسم مهنة زيها زي أي مهنة ثانية. يا سلام عليك. أو شيء تعتمد على مستوى الرسام، هل هو محترف، هل هو متوسط، هل هو مبتدئ، حجم اللوحة، هل هو كبير، هل هو وسط، هل هو صغير، لأن اللوحة صارت كبيرة الشخص بيتعب، تأخذ وقت ومجهود وتفكير، حتى مواد تأخذ الأدوات، والأدوات ترى أدوات الرسم غالية، ويمكن الأغلب يحسبها رخيصة لكن هي غالية ومكلفة ماديا، جسديا، ذهنيا، كلها يعني. فأنا على قد التعب اللي تعبته أحدد السعر. ودائما أي شخص يبغى يقتني حاجة فنية ترى ما يدقق بالسعر، لأنه يبغى شيء جميل وشيء كويس. أصلا ما راح يتجه للأشياء الفنية وذي الأشياء اللي شخص حابها ومستمتع فيها وعارف ويقدر الشيء هذا طبعا. أكيد. طب حكينا عن الدعم اللي يجيك عبد الرحمن من العائلة، من الأصدقاء، يعني من أكثر الناس اللي تقول لك لا استمر، تقول لك، تعطيك مثلا انتقادات او النقد البناء خلينا نقول، يجي يقول لك لا لو كذا كان احلى، لو هذا اللون افضل، من هذول الاشخاص في حياتك؟ طبعا الدعم الاول اكيد الاهل، امي وابوي واخواني الى هذه اللحظه طبعا، اهلي بشكل عام، اصحابي، عيال عمي، كلهم يركزون على رسوماتي ويدعموني دائما، ما شاء الله يعلقون علي اذا نزلتها في مواقع التواصل، إذا حد عنده تعليق، يعني ما عمري الحمد لله حصلت تعليق سلبي، لا يعني بناء على قولتهم. فهالشيء يعطيني دافع كويس إني أكمل. موهبة جميلة وشغف رائع عبد الرحمن، وما شاء الله لمساتك سحرية ورائعة. شكرا لوجودك معنا وكل التوفيق لك. شكرا لكم. مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.